دائما في وجهه نظري لا يمكن لمبدع مسرحي ما زال يشتغل في المجال بمبدا التنافسيه مع تجارب اخرى ان يكون عضو لجنه تحكيم او لجنه حكم، لانه بكل بساطه سيغلب عليه تاثره الفني والشخصي بحكمه على الجوائز. لجنة التحكيم يجب أن تكون لمن أصبحت تجاربهم ومساراتهم مرجعيات حقيقية، وقد تجاوزوا مراحل التنافس والتتويج والمقارنة لكي يستطيعوا المفاضلة من بين العقول بحكمة وتجربة وتجارب. هناك فئة مهمة جدا وللأسف يتم تغييبها في جانب مجالاتنا، ألا وهم النقاد المسرحيون. ما زال نقدنا العربي المسرحي لا يشكل صوت حقيقية، إما لرفع من قيمة عروض تستحق هذا أو لتقديم تجارب أخرى لا تستحق. في الغرب مثلا وفي فرنسا بالتحديد أشد ما يخاف المبدع هو النقاد وتحليلاتهم العلمية والدقيقة والأصيلة للعروض. في فرنسا إذا منحك النقاد جائزة أو كتبوا عنك يقبل على عقودك للجمهور، وأيضا تتعاقد معك مباريات صلاة العرض في هناك. أما عندنا فإشكال آخر. مثلا في أمريكا أكبر جائزة هي جائزة فيري للتميز في المجال المسرحي، وهذه الجائزة قيمتها الاعتبارية والمالية أيضا من قيمة الأوسكار بالنسبة للسينما، وقيمة غرامي بالنسبة للموسيقى، ومن قيمة أيضا إيمي بالنسبة لجوائز التلفزيون. هذه المسابقة وجوائزها يشرف على وضع معاييرها وتقييم عروضها نقاد من صندوق المسرح الأمريكي ورابطة برودواي، وقس على ذلك أيضا جائزة لورانس أوليفي في بريطانيا. سؤالي الثالث، هل ما زلنا في حاجة للجوائز في مهرجاناتنا بنفس السياق الحالي؟ جوابي طبعا وقطعا لا، لأننا في حاجة ملحة اليوم لتجديد أساليب التتويج في مهرجاناتنا العربية منها والمحلية أيضا، حتى لا تكون النسخ متشابهة شكلا ومضمونا. على المستوى العربي يجب خلق إطار لتشديد العلاقات ما بين المهرجانات العربية للتنسيق فيما بينها، للتنظيم وأيضا لترويج العروض المتوجة والاتفاق على صيغ الجوائز حتى يكون لكل مهرجان هوية شخصية. وعلى مستوى المحلي على القطاعات والمؤسسات المشرفة على المهرجانات الوطنية المحلية في الدول العربية أن تعي بأن التتويج في المهرجانات هو تتويج مسارات عروض ومبدعين طيله موسم مسرحي وما حققوه من نجاح واجتهاد، وليس لعروض تولد بسبب المهرجانات وتموت بعدها. ختاما ساستعير قولا للمسرحي الكبير بريشت والتي ايضا استعارها من كارل ماركس، تقول او مفادها ليس المهم التفسير ولكن المهم التغيير. نحتاج في مهرجاناتنا العربية إلى تغيير حقيقي، تغيير في العقليات، أن نتقبل الآخر، أن نعترف بمجهود الآخرين، أن نعترف بتفوق الآخر، حتى يمكننا أن نعيش داخل مصطلح يتمتع بصحة جيدة وينشد النجاح والرقي. شكرا. يعني وقت مثالي جدا ايضا في هذه الندوات، نتمنى ان يطبق الاخير وفتح النقاش بالفعل. الان هناك كثير من نفس الحقيقه طرحها الاستاذ ناصور، واتمنى ان تكون دونت للمتداخلين مع الاستاذ، لان اسئله بالفعل تضع ربما النقط على الحروف وهي
بمثابة ربما القرص للإنذار، هذا ما حاول أن يطرحه الأستاذ منصور. الآن ننتقل إلى المتداخل الثاني أو المحاور الثاني معنا في هذه الندوة، الأستاذة تغريد الداوود. الأستاذة تغريد طبعا لديها خريجة، هي كاتبة مسرحية كويتية الجنسية، عضو رابطة الأدباء الكويتيين، وعضو في فرقة مسرح الخليج العربي، وعضو في فرقة مسرح الشباب. حقيقة سيرة ذاتية جدا ممتلئة وصفحات متعددة، ولكن نختصر ربما في بعض الجوائز التي حصلت عليها الأستاذة تغريد. من ضمن جائزة مسابقة الهيئة العامة للشباب والرياضة فئة التأليف المسرحي عن مسرح رحلة 50 سنة 2010، جائزة الدكتور خالد عبد اللطيف لأفضل مؤلف واعد عن نص مسرحية محطة 50، وجائزة التميز عن نص مسرحية لصوص عن مهرجان أيام الشباب المسرحي. والأهم من ذلك طبعا كل هذا هي جائزة المركز الأول في مسابقة الشارقة للتأليف المسرحي على مستوى دول الخليج عن نص قصة حضور الذي شاهدناها أيضا في مهرجان الهيئة العربية للمسرح الذي أقيم أخيرا في تونس. أستاذ تغريد أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير للقائمين على مهرجان أيام الشارقة الذي يشهد تطور مستوى عروضه وفعالياته وبرنامج الدورات المصاحب له عام العام بما ينصب لصالح المشهد المسرحي العربي الراهن. إن مجرد طرح موضوع نيل الجوائز وأثرها على الفنان هو أمر ذو أهمية بالغة جدا، خاصة حين نتفق على أن الهدف من الجوائز لا يتوقف عند حدود تسليمها للفائز. وهنا علينا أن نتمعن بمعنى الجائزة بالنسبة للمبدع، فهناك من يعتقد أنها بمثابة المكافأة لتميز الفنان في مجاله، وهناك من يعتبرها بوابة الاعتراف بقدرات هذا المبدع، كما لا ننكر أنها أحياناً وفي كثير من الأحيان تعد تحفيزاً وتشجيعاً للفنان على مواصلة مسيرته، وفي أحيان أخرى تقديراً له على مجمل ما قدم من أعمال ذات قيمة. إذن هي تشريف يحظى به الفنان ويرفعه لمستوى أعلى من التوقعات وتكليف بمسؤوليات أكبر. قيمة الجائزة مادية ومعنوية بالنسبة للفنان قيمة كبيرة جدا، وبالأخص الفنان المسرحي، لأن معظم من يعمل في المسرح ومن أجل المسرح لا يمكنه الاعتماد بشكل كلي على ما يناله من أجل جراء عمله في المسرح كمصدر ثابت للرزق. ربما لأن النظرة السائدة في مجتمعاتنا عن الفن بشكل عام وعن المسرح بشكل خاص لا زالت تصنفه في قائمة الكماليات، نشاط يتم ممارسته أو متابعته في أوقات الفراغ، في حين تؤمن الدول المتقدمة فكرياً وحضارياً بالفن كأحد أهم الوسائل لفهم الحياة وأحد أجمل الوسائل للتعبير عن الرأي وأحد أنقى الوسائل للخلاف والاختلاف الفكري. لذلك كان الاهتمام بإقامة المسابقات ورصد جوائز قيمة للمسرحين لا يتسرب إبداعهم مجالات أخرى قد تستهلك كل ما لديهم من قدرات وطاقات إبداعية في مكانها غير المناسب. إذا تطرقنا لمسابقة الشارقة للتأليف المسرحي على سبيل المثال، سنجد البعض حتماً سيطرح السؤال الآتي: لماذا تبذل كل هذه الجهود والمبالغ المادية من أجل جوائز التأليف المسرحي؟ مما لا شك فيه بأن مسابقات الشارقة هي الأكبر قيمة من حيث القيمة المادية للجائزة والتنظيم والاحتفاء والتتويج وما يتبعها من صدى إعلامي عربي كبير جدا، والتكريم من أعلى المستويات حيث نشهد حسن مشرف الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله على تنظيم هذه المسابقات ومتابعتها وتكريم الفائزين بها. إيمانا منه بأهمية الكلمة، فإن ديننا كرم الكلمة، والمرء عند العرب وإن كان يحاسب على أفعاله إلا أنه يوزن بكلمته. القسم يتجلى بكلمة، الحب يسمو بكلمة، الزواج يعقد بكلمة، الانفصال يتم بكلمة، والحرب تبدأ بكلمة، والعدالة تتحقق بكلمة. في المسرح الكلمة هي الركيزة الأساسية،
هي المكملة للفعل والمحفظة له وليست السارد له أو الواصفة له فقط. ومع محاولة انحسار دور المؤلف لصالح عنصر الإخراج أحياناً بسبب ابتعاد بعض المخرجين عن النصوص المكتوبة واللجوء للإعداد الخاص بهم أو بسبب التركيز على الشكل في الفضاء المسرحي، الأمر الذي تطورت به عناصر السينوغرافيا من خلال تطور التقنيات التكنولوجية الحديثة ومدى توظيفها في العرض المسرحي، أو بسبب كما نلاحظ كثيرا في العروض الحديثة التركيز على لغة الجسد والتعبير الحركي الذي جاء في كثير من العروض المسرحية مع الأسف على حساب الكلمة والمضمون. من هنا جاءت أهمية وجود جوائز للتأليف المسرحي تعيد إحياء الكلمة وتنهض بالنص المسرحي من حيث اللغة والبناء الدرامي بنية الوصول إلى صيغة معاصرة تصل إلى العرض المسرحي وترتقي بمضمونه دون أن تثقل عليه. وكي أسلط الضوء بشكل أكبر على دور الجائزة بالنسبة للكاتب المسرحي تحديداً وهو أمر مهم، ينبغي علينا أن نقسمها إلى ثلاثة مراحل: مرحلة ما قبل الجائزة وهي المرحلة التي تكون فيها أكبر التحديات بالنسبة للكاتب المسرحي، خاصة المضمون وهي كيف تقنع الآخر بها بموهبتك أو كيف تحاول إثبات هذه الموهبة، حيث تعد الكتابة المسرح أحد أصعب الأعمال في التقييم وأكثرها تعقيداً مع كثرة أعداد من يكتب للمسرح وقلة النصوص الجيدة والمؤثرة ذات القيمة. ففي هذه المرحلة يلتقي الكاتب عادة مع الكثير من الفنانين الذين يتبرعون مجاناً بالنصح والوعظ والإرشاد، في حين يوجد قلة ممن قد يستقطعون من وقتهم لقراءة بضع صفحات المسرح. وبالطبع هذا لن يجعل الكاتب المسرحي قادراً على التنافس بقوة لوجود بعض التخوف والتحفظ من قبل بعض المخرجين والفرق المسرحية للتعامل مع اسم جديد في مجال التأليف المسرحي، خاصة تلك الفرق التي تفتقر لمشروع فني واضح الملامح والأهداف، فتظل تنظر وتبحث وتسعى للفوز بجوائز المهرجانات فقط أو للحصول على نص مسرحي بأقل قيمة مادية توفيرا للتكاليف. طبعا هذا كان حال العرض موجه للجمهور بمعنى شباب تذاكر. الأمر هذا يتسبب في غياب الأسماء الجديدة ذات الأفكار المعاصرة ويجعلهم يعزفون على الاستمرار في مجال كتابة المسرح والتجهيل إلى مجالات أخرى. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الفوز، هي المرحلة التي ينظر فيها البعض للفائز على أنه الحصاد الرابح في السباق. ولذات الأسباب السابقة نجد أن بعض الفنانين والمخرجين والفرق المسرحية ممن رفضوا التعاون مع الكاتب الجديد سيتهافتون للتعاون مع الكاتب الذي فاز بالجائزة في كثير من الأحيان دون الاهتمام بفكرة وعمق الطرح وجودة النص. هنا يشعر الكاتب بحيرة من نوع آخر، إن وافق على كل العروض المقدمة له قد يثبت مصداقيته ومستوى جودته، وإن رفض ستهاجمه سيئة الاتهامات، تبدأ الاتهام بالغرور وتنتهي بأن عمل الفائز لم يكن سوى غرة حظ يمكنه انتفاعها. أما المرحلة الأكثر صعوبة من وجهة نظري هي مرحلة ما بعد الجائزة. يواجه الكاتب تحديات من نوع آخر محملة بالزيادة للأسئلة الضاغطة: ما هو العمل القادم؟ أين جديدك؟ تأخرت في الطرح، لماذا تنتظر؟ في الوقت الذي يحتاج فيه الكاتب أو الفنان بشكل عام إلى الهدوء النفسي والذهني والابتعاد عن أي ضغوطات شأنها عقلت مشروعه الجديد، حيث أن أي عمل إبداعي لا يمكنه أن ينجز بوقت محدد أو يخطط بشكل منظم مسبقا. الحالة الإبداعية لدى الكاتب هي حالة تأثر واحد مع العمل الفني، فكيف وأنت تدرك الآن أن أي عمل جديد تنجده لن ينجو من المقارنات مع عملك السابق الفائز، وأنك ستعمل محاطا بكم كبير من التوقعات والتعب، بين معجبين يتوقعون منك الأفضل ومشككين مراهنون على فشلك القادم في حال لو نسبوا الفضل لنجاحك السابق إلى محض الصدفة. باعتقادي أن تداعيات هذه المرحلة تجعل الكاتب أو الفنان في مواجهة حقيقية مع نفسه، تعيد له المعيار الحقيقي للنجاح بالنسبة له، وتعيده إلى السؤال الأول الذي كان ولا بد أن يسأله لنفسه، وهو: لماذا أكتب للمسرح؟ أو لماذا أعمل للمسرح؟ لأن الإجابة هنا هي التي ستحدد مسار الفنان أو الكاتب وتوضح له خطواته. هل تعمل من أجل الشهرة فتبقى حريصا على التواجد في معظم المناسبات والمهرجانات الفنية دون أن تقدم جديدا يذكر، أو تكتب من أجل تنهث خلف الجوائز، أم من أجل التأكيد
التأكيد على مكانتك ككاتب متميز، فتراوح مكانك وقد تكرر أفكارك وتبقى نصوصك تدور في ذات الدائرة لخوفك من المخاطرة بطرح جديد. هي مرحلة تتطلب الكثير من الصدق والتجرد من أي مكتسبات مادية أو صفات أو ألقاب كي تستطيع أن تبدأ كما لو كنت تبدأ مشوارك الفني من الصفر، وتعرف متى وأين وكيف ولمن تقول لا حين يكون العرض المعروض عليك لا يناسبك، وحيث تتجرد من كل ردود الأفعال التي قد تواجهك وتؤثر على مزاجك أو تزعزع ثقتك بنفسك. حين نصل إلى الغاية الأسمى للجائزة من وجهة نظري تلك التي توضح الهدف الحقيقي من دورك كمحبين وعاملين للمسرح، وهو أن نطور قدراتنا لتقديم الأفضل لأنفسنا وللمسرح العربي، أن تكون لدينا خطة لتطوير أفكارنا وقدراتنا، أن نسعى لتحقيق المعادلة الأصعب والأجمل في أن واحد هي أن تعمل تجعل الجوائز تلحق بك وليس العكس. هذا يحدث حين يكون الكاتب أو الفنان بشكل عام صاحب رسالة حقيقية ومشروع فني يؤمن به. شكراً. تريد أعتذر عن الهاتف. عموماً حقيقة تفرقت رسالة غريب إلى ربما إلى تخصصها اللي هي موضوع الكتابة أيضاً والجوائز في مجال الكتابة المسرحية، وطرحت بالفعل أسئلة جداً مهمة وربما بالفعل هي حقيقية، لأن بعض الأحيان وهذا التساؤلات موجودة لدى الكاتب بعد كتابة النص يجد الكاتب نفسه في مرحلة هل أنا بالفعل أكتب من أجل الجائزة أم من أجل الإبداع أم من أجل أيضا استمرار بشكل أفضل. أيضا قد تكون الجوائز أيضا بحد ذاتها محفزة وأيضا تعريف بالكاتب. وسؤال ربما طرحته رسالة الريد في البداية أن بعض الأحيان تجد لدى هذا الكاتب مجموعة من النصوص المسرحية المتميزة، ولكن لا أحد من المشتغلين في المسرح يطلب هذه النصوص أو يشتغل عليها، بينما النص الفائز الكل يتهافت من أجل إخراج هذا النص، قد يكون أقل قيمة من البعض من كثير من النصوص التي كتبها الكاتب وهي ذات قيمة أدبية عالية جدا. هذه الأسئلة مشروعة وحقيقة شكرا للتريد على طرحها، هذا بالفعل مهمة للكاتب فيما يتعلق بالجوائز. الآن ننتقل إلى المتحاور الثالث معنا الأستاذ خليل نصيرات، طبعاً هو أيضاً غني عن التعريف، مخرج وكاتب مسرحي من الأردن، خريج قسم المسرح في جامعة اليرموك في عام 1995، يعمل حالياً في وزارة الثقافة الأردنية ومديراً لمهرجان مسرح الطفل الأردني، قدم العديد من العروض المسرحية منها الحفرة وحديقة الموتى ونافذة على الداخل الأسيرات وسكان الكهف وشواهد الليل. الأستاذ خلي ربما أيضا فائز بجائزة جدا مهمة، وهو في عام 2008 فاز بجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع عن مسرحية الأسيرات، وهذه ربما الجوائز أيضا التي تحمل أسماء الشخصيات مهمة هي أيضا جوائز نعتبرها أيضا بمثابة الجوائز الكبرى في الوطن العربي. صباح الخير. جوائز المسرح العربي بين النمطية والتحديد. استحمت ساحات الإبداع بجوائز المسرح أو حتى كل الجوائز التي تمنح للفنون والأداب لتكريم المبدعين والاحتفاء بهم وتخليد أعمالهم حتى أصبحت ظاهرة في وطننا العربي، فهي من جهة رمز معنوي لتقدير المبدع الذي يقدم عملا متفردا يضيف قيمة مبتكرة إلى المنجز، ومن جانب آخر تعد بمثابة حافزة لتقديم المزيد بخلق حالة من تقافض التميز والإيجاد. تشكل هذه الحالة عند بعض الفائزين هاجسا ودافعا لتطوير أدواتهم الفنية وتجديد إنتاجهم
تولد لديهم قلقا صحيا يتمثل في إحساس ملح أن هناك من ينتظر منهم أعمالا مختلفة، وهذا الإحساس وحده كفيل بنبذ الكسل والركون لبريق الجائزة ودفع طاقة المبدأ إلى محاولات نضوج أخرى تقود بالضرورة إلى خدمة وإحراق المسرحي بشكل عام، حتى تؤدي الجائزة الغرض منها على أبدع وجه ولا تكون مجرد تهليل آني لاستمرارية بعد. للأسف فالجائزة عند بعض الفائزين تقف على المنصة معه وقت الاحتفال به، وتنتهي هناك بالتوبة الخاطفة ثم تنسحب من حياته وتصبح من متعلقاته الذاتية، بمعنى أن الجائزة كانت هدفا بحد ذاتها عند الفائز وانتهى فيها وإليها وعندها، وهذا حدث كثيرا وخبأ إبداع كثيرين بعد التكريم ولم يستطيعوا تجاوز تلك اللحظة البراقة بالاستمرارية. وعلى الرغم من الصدق الإعلامي والثقافي للجوائز المسرحية التي تحقق لحائزيها شهرة ودعما ماديا ومعنويا وتفتح لهم كل أبواب الظهور والانتشار وتخدم أيضا الجمهور بتنبيهه لأعمال مميزة، إلا أنها تضع الأعمال المقبلة للفائز داخل وصفات الجوائز وتصبح بمعنى آخر نوعا من التسريع أو الإنتاج لحساب الجائزة فقط كمضمون وتقنيا على حساب الداعي. ولا أحد ينكر أن الجائزة تضفي اهتماما على العمل الفائز وتوسع مساحة التعريف به إلى أوساط أخرى ودول ثانية وتصنع نجوما في المسرح سواء على مستوى الكتابة أو التمثيل أو الإخراج أو الأمور التقنية الأخرى. فالجوائز عملية استهلاكية بالأساس، والامتحان يأتي لاحقا ما بعد الجائزة، كيف تصمد النجومية وكيف تتطور وكيف تروج للتميز والاستثناء. تمنح الجائزة الفائز أهمية ووفرة مادية والكثير من الحذر والإحساس العميق بالمسؤولية لكونه مطالبا بتقديم الأفضل أو على الأقل المحافظة على مستوى ما قدمه سابقا في العملية القادمة. إنه بتعبير آخر العبء الجميل يتسلمه الفائز مع الجائزة ممهورا بسؤال ماذا بعد، وعلى الفائز أن يدفع ضريبة قد تقوده إلى المزيد من الاختلاف أو التمرد أو الركون إلى الكسل والاكتفاء بلحظة فوز عابر. ما يحدث أن يجد الفائز نفسه تحت ضغوط التراكم في الإنتاج الذي تصنعه الجوائز، المنافسة التي تخصصها، المكافآت المسرحية تجعل المبدأ تحت عبء تطوير خطابه الفني وتغيير طريقة تشخيصه لقضايا مجتمعية في أعماله، وهذا فعلا ما حدث عند كثير من العروض المسرحية الفائزة في السنوات الأخيرة، حيث تناولت التحولات الاجتماعية والسياسية والتاريخية التي طرأت عربيا في الفترة الأخيرة. الجائزة بما تمتلكه من دوافع التشجيع والتحفيز تسهم في توفير بيئة ملائمة للإبداع الفني بغض النظر عن الكلام الكثير عن معيارية التحكيم ولغات المبدعين وراء الجوائز. أنا أرى أنها حدثت مع المبدعين التفكير في أدواتهم ومحاولة تطويرها لإضافة رصيد جديد من الظهور والتميز، فمجرد المحاولة للارتقاء فيما بعد يحسب للجائزة مهما كانت النتيجة. وما بعد الجائزة في تقييمي لا يجب أن يظل حدثا احتفاليا وإخباريا، وهذا ما نراه غالبا، حيث يبقى فوز مسرحية ما مثلا خبرا ثقافيا ليس بعده شيء، فلا يساهم أو يكلف الإعلام الفني نفسه بتوسيع الاهتمام بالعمل أو المبدع الفائز، ويظل الاهتفاء مجرد متابعات صحفية بمواضعات الإعلام اليومي أو الأسبوعي لا يفتح نقاشات أو نقد حقيقي حول الأعمال المقدرة كما يحدث في الغرب مثلا. الجائزة بحد ذاتها حدث إعلامي مهم تتولى في كثير من الأحيان دور النقد الغائب فعلا عن الساحة، لكن يعتبر ما بعدها من احتفاء حقيقي بالنقد والدراسة والقراءة مسؤولية أخلاقية تجاه المبدع، وهذا ما يجعله يشعر بقيمة ما سيقدمه لاحقا، وإلا ستكون الجائزة مكافأة مقطورة في أهدافها وطموحاتها. هذا يعني أن القطاع الفني بما فيه الجانب الإعلامي يجب أن يلعب دوره ومسؤوليته في عرض المكافأة وجلب الضوء الناقد وتسليطه على الفائز، خاصة وأن الجوائز في بلادنا العربية وسيلة الاعتراف والتقدير الوحيدة في ضمن بيان مؤسسات حقيقية تهتم بالمبدعين.
جائزة على أهميتها، ليست فلسفة سحرية من الإصلاح على الدين، فليس لها قدرة خارقة على تطوير المسرح. والفائزين بجوائزه إن لم تكن المسؤولية جماعية، تبدأ من المبدع نفسه مرورا بالإعلام والنقد، وتنتهي عند الجمهور الذي تقع عليه المسؤولية أيضا كجهة تتلقى الفن وتبرزه سواء بذائقة نقدية أو عامة. أستاذ خليل، حقيقة المتحدثين اليوم جدا رائع، تقيم جدا رائع بالوقت، ليس بالوقت إنما مثالي، يعني حقيقة أتمنى يعني وهذا حيكون الوقت لكم كمتداخلين يعني بشكل عام، خذوا وقتكم يعني ما بنحدد خذ وقتك يا طبعا الاستاذ خليل طرح اسئله ايضا ومهمه ايضا، ولعل التساؤل الاهم ان تكون الجائزه في عالمنا العربي بالفعل هي تقدير لهذا المبدع في غياب اهتمام الدوله نفسها او اهتمام المؤسسه ربما الادبيه والثقافيه بهذا المبدع. فعندما ربما يفوز هذا الفنان او هذا الكاتب او هذا المخرج او بهذه الجائزه ياتي يرى انها تقديرا، او ربما تاتي ربما بعد مشوار طويل من اثراء المجال المسرحي في وطننا العربي. وهو سؤال انا اتفق معه، ولكن ايضا اتفق مع ان بعض هذه الجوائز ايضا تدفع كثير من المبدعين للاستمرار والكتابه والبحث والتطوير والبحث عن ما هو افضل، وهذا حقيقه ايضا نراها في مساله الاشتغال ما بعد الجائزه. شكرا استاذ خليل. الان ننتقل طبعا غني عن التعريف حبيبنا واستاذنا يوسف البحري، كلكم تعرفون معظمكم متواجدين، مؤلف مسرحي ودراماتورج من اعمال حقائق المسرح الوطني التونسي رائحه حرب الفرقة الوطنية للتمثيل بغداد، وأشرف على العديد من العروض المسرحية في وطننا العربي أيضا وفي منطقة الخليج، منها أيضا عرض بازار لفرقة الدل للثقافة والفنون للثقافة والفن في سلطنة عمان وغيرها من الإشراف. الأستاذ يوسف البحري له طبعا ربما مجال كبير جدا في مسألة التمثيل وفي مسألة أيضا كما ذكرنا الدراماتورج. ننقل إليه الميكروفون لأن ربما أكبرنا تماما حبيبنا، لننقل بالمايك و إن شاء الله خذ وقتك أستاذ يوسف. هل السن للحضور أم الجوائز المسرحية في حد ذاتها ليست تحديثية وليست نمطية، نحن من يجعلها ذلك بخطط التنفيذ وأيضا بتنفيذ تلك الخطط. هذا موضوع تعيشه الأوساط ذات الصلة بالمسرح العربي، لكن الطرح في التأصيل النظري يكاد ينعدم ما عدا مجرد سعادة من نتائج المسابقات، مجرد احتجاج عربي عليها ودخل الجامعات من الاهتمام بهذا الموضوع، وكذا الأمر في الكتب والمقالات ما عدا استطرادات سريعة. يوجد مستويان في هذه المسألة: المستوى الأخلاقي المتصل بالمصداقية، والمستوى الفني الفكري المتصل بالأثر المترتب على الجوائز من نمطية أو تحديد. نطرح في هذه المنصة النهارية المستوى الثاني، هنا أن نذكر الجوائز العربية واحدة واحدة لعدم إمكان النفاذ إلى وثائقها جميعا على مدى عشرات السنين. أما المسألة الأخلاقية فتبدو درجة أولى قبل الورود إلى الطرح الفني الفكري، وهي مسألة شائكة، و
ويزيد الاحتجاج على نتائج المسابقات هناك أو هناك تشويش على فهم الموضوع. والفرق شاسع بين الغضب والتفكير في مسألة المصداقية. المصداقية في غاية الهشاشة تكتسب بجهود كبيرة وخسارتها تنمو بجزئيات بسيطة. يوجد صنفان أساسيان من الجوائز المسرحية: جوائز ذات صلة بالمسرحيات أو بإسهام الفرد فيها فنياً أو تقنياً، وجوائز ذات صلة بمسيرة فنان برمتها وطابع المنافسة أقوى وأوضح في الصنف الأول. ويوجد صنف ثالث قريب من جوائز المسيرة المسرحية برمتها هو التكريم، وهو يعد جائزة لكن تعطيها جهة التنظيم وليس جهة التحكيم. النمطية أخطر بكثير من حجب المصداقية عن الجوائز، لأنها تتصل بالآثار العميقة التي تتركها في الواقع المسرحي من إعلان لشأن التقليد والخمول الإبداعي وكسر شوكة الابتكار والخلق الفني. أول المحفزين للتحديث، وهي مصادفة، المعنى الأول لكلمة جائزة في لسان العرب، وهي تعني المرور إلى الضفة الأخرى وليس المكوث حيث نحن. الجائزة هي العطية، وأصله أن أميراً واقف عدواً وبينهما نهر، فقال من جاز هذا النهر فله كذا، فكلما جاز منهما واحد أخذ جائزة. المسألة من زاوية من تشمل الجوائز المسرحية؟ من هو المتصف بالتحديد؟ فيحصل على جائزة يفترض أن تحفزه على مزيد من التحديد. هل هو صانع المسرحيات فقط مهما يكون إسهامه فيها فنياً أو تقنياً؟ ومن قال إن التحديث نابع منه أصالة ولم يأتي من سقف أو إطار أو مناخ وفره له فاعل مسرحي أو إرادة ليست بالضرورة من داخل العملية المسرحية؟ أولئك الذين يصنعون السياق الأرضية تتجه مقاصدهم إلى التحديث بالمسرحي وسواء. قد يكون المسرحي التحديثي لكن ليس بشرطه أن يتجرأ لولا ضمانات إرادة أكبر منه. تشمل جوائز المسرحية العربية المسرحيات وصناعها فقط، وآن الأوان للانتقال إلى جيل جديد من الجوائز تشمل البرامج والخطط والاستراتيجيات والسياسات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية، أي الحواضن التي تنشأ الأعمال المسرحية من إرادتها. أنا الأول للانتقال من جوائز المنتوج والمخرجات إلى جوائز القيم المسرحية، مع بقاء الصنفين معا. جوائز تعطى لقيم منها قيمة نشر المسرح في المجتمع، في فئاته، في المؤسسات مثل المدرسة، الجامعة وسواها، في الأقاليم مثل المدن، القرى، الصحراء وسواها، وقيمة تثبيت المسرح بعد نشره، وقيمة ضمان المسرح للأجيال القادمة، وقيمة إسهام المسرح في مجالات الحياة باعتباره ضمير الإنسانية، وقيمة تطوير منصات المسرح مثل إنشاء مهرجانات ومناسبات تنتمي إلى الجيل الجديد من الاحتفالات والتظاهرات وسواها. آن الأوان لتظهر جوائز تليق بالمسرح من حيث جهود صانع الأطر وليس فقط صانع العروض. إن المسرح أوسع بكثير من المسرحين، بل المسرح أوسع بكثير من المسرح، ولا يمكن الاستسلام للرؤية المهنية الضيقة للفنون المسرحية. فهو جزء من الحياة، صورة الحياة، امتداد الحياة، بديل الحياة، وفاعل الحياة. يلعب صانع الأطر الدور التحديثي الأخطر، لأنهم يوسعون من دائرة ممارس المسرح ضمن نشر القيم المدنية وتربية ملكة التذوق المسرحي عند العموم. صانع الأطر أفقهم أوسع من الاقتصار على مجتمع المسرحيين، ويحمي المسرح من أن يكون معزولاً عند مجموعة قد تنعزل بدورها عن المجتمع. جوائز أتطلع شخصياً إلى أنها تنقل من تثبيت النخبوية في المسرح إلى تثمين
جهود نشره وتوسعه ادواره وتجديد افاقه. المساله من زاويه المرشحين والمترشحين للجوائز. تمثل الجوائز المسرحيه السلطه، هي اليه من اليات اكساب المسرحيين المكانه المرموقه. يكتسب المسرحيون الاعتراف بصفاتهم الفنيه المهنيه انطلاقا من الجمهور، الاعلام، الاداره، القوانين المنظمه للشأن المسرحي، لكن ذلك غير ممكن في غياب المنتوج المسرحي نفسه. اما الحصول على الجوائز فشيء اخر، لانه ينقل المسرحيين من درجه الاعتراف بمكانتهم الى الاعتراف بمرموقيه تلك المكانه، وهو اعتراف يستمد من رجال التحكيم، هي بمثابه رجال خبراء لاعطائها الصفه الاعتباريه التي تحول ممارسه سلطه تقديريه في الحكم على المسرحيات تفوق الجمهور والاعلام وما الى ذلك. ترفع جوائز المسرحيين من درجه التداول الى درجه النموذج، وقد لا يتبادل ذلك الى اهالي احيانا. ماذا يريد المسرحيون في الاصل؟ اكتساب المكانه المرموقه يترجمها ادراج الجوائز في السي في الشخصي؟ هل اكتساب المكافأة المالية للجوائز؟ تبدو الآثار المترتبة على الحصول على الجوائز تتجاوز مجرد الاعتراف بالمكانة المرموقة إلى تجسيد المواصفات في أشخاص وأعمال وإمكانية التعرف عليها من الغير، فيظهر السعي إلى احتذائها. وبالمفارقة لا يترتب التقليد هنا من كون الفوز يعبر عن تجربة خاصة متحركة باحثة، إنما قد ينزلق الأمر إلى اعتبار ذلك الفوز يعبر عن مواصفات المكانة المرموقة الثابتة الجامدة التي لا تنتمي إلى أحد بعينه. إن الاتفاق على عمل المسرحي الواحد لكونه تحديثيا قد يترتب عنه وهم احتكار تحديث بواسطة ممارسة سهلة تبسيطية وسلسلة من النسخ والتكرار والإسهال في صنع المسرحيات ضمن وهم التحديث، لذلك يبدو الأمر في غاية الخطوة. المسألة من زاوية الفائزين بالجوائز، على من يفوز من فاز بجائزة؟ يتغلب على ماذا؟ هل ينتصر على المنافسين؟ على نفسه؟ على الصعوبات؟ على الضغوط؟ المبدع التحديثي هو الذي ينجح في التخلص من الضغوط بما في ذلك ضبط الخسارة في مسابقة مسرحية أو ضبط الفوز فيها، بل هو الذي ينجح في التخلص من ضبط الاعتراف من أصله، ويكون ذلك التخلص بالإخلاص في الممارسة الفنية. المبدع المهووس بالجوائز ليس حرا في آخر الأمر، يظل يصنع المسرح تحت ضغط شروطها وآجالها، فينزلق من حرية ماذا يريد أن يقول إلى قيد ماذا تريد الجائزة منه أن يقول. تؤدي الضغوط إلى التنازلات، وبدلا عن أن تكون الجائزة فرصة للتحديد من حيث هو دينامية لا تتوقف، تصبح ضغطا قبل الحصول عليها، ضغطا بعد الحصول عليها، وقد يتنمط صاحبها وقد ينمط غيره. لا يمكن صنع المسرح ضمن الهلع. هل أثرت الجوائز في مزيد تحديث أعمال أصحابها أو أوقفت ذلك التحديث؟ وهل أثرت في المسرح عامة؟ لعبت جائزة دومينيك مثلا، وهي التي ظهرت سنة 1953 باعتبارها أول جائزة تقريبا تختص بالمحترفين، دورا في تحقيق الاعتراف بمرموقية مسرحيين لم يتوقف تحديده. بيتر بروك 1974، 1981، أريال مونشتين 1982، هل حصل هذا عندنا؟ أرجو شخصيا أن يحصل هذا مع صديقي الفنان محمد العامري، وقد حقق في دولة الحياة المشاركة هذه اعترافا بالمرموقية. كيف يمكن للاعتراف بالمرموقية أن يكون حافزا وليس فخا؟ هل حققت جوائز المسرح العربي منذ عشرات السنين التحفيز على مزيد الإبداع، أم إن الفشل بدوره في الحصول على الجوائز قد يمثل تحفيزاً مهماً على النحو الذي حصل مع أبي القاسم الشابي في الشعر مثلاً؟
أتوقع من الباحث اللامع الدكتور سيد إسماعيل أن يكتب تاريخ جوائز المسرح العربي، أصبح ذلك الآن ضرورة. هل إن المنسي حر؟ هل إن المنسي حر؟ على عبارة درويش، فقد يوسع ذلك من دائرة الجرأة على التحليل. ما هو دور الجوائز في سياق غياب حركة نقد مسرحي ينطلق من العروض المسرحية وليس يتسلط عليها من فوق؟ هل يثبت ذلك على الجوائز فتكتسب سلطة أكثر مما يجب؟ هل ظهر صنف جديد هو مسرح الجوائز يتم صنعه بافتعال نمطي مرتاح يشع حوله جاذبية النجاح باعتباره وصفة سهلة جاهزة يغذيها الهلع النقدي من كل ما هو جديد؟ أمام منظمي جوائز المسرح العربي عمل كبير في ضرورة استعادة من فازوا في دورات سابقة لتقييم ما أنجزوه بعد حصولهم على الجائزة، وفي ذلك خير عميم في محاربة النمطية. المسألة من زاوية لجان التحكيم، يمكن لتقرير لجنة التحكيم أن يكشف المزاج العام للجنة ما، هل هو تحديثي أم لا، ويمكن للجنة اختيار الأعمال المشاركة أن توجه ذلك المزاج لتثبيت نوعية ما دون غيرها. وبسبب سرية المداولات لا يمكن لأحد أن يعرف ما هو الخط التقييمي للأعمال الذي حكم لجنة ما، هل هو ينتصر للتحديث أم لا. وبسبب أن المسابقة مستمرة ولجنة التحكيم متغيرة من دورة إلى أخرى، يحصل أن يكون التغيير شاملا لكل الأعضاء لضمان عدم ترسخ خط في التقييم قد يصبح نمطيا، ويجرب على المداولات الاختلاف في قراءة الأعمال المسرحية وتقييم مفرداتها من عضو إلى آخر، وقد يتم الوصول إلى القرارات النهائية بواسطة التصويت الحاسم باعتبار الاعتماد على العدد الفردي في تشكيل اللجان ابتعادا عن التعطيل. وقد يكون الوصول أيضا بواسطة تقريب وجهات النظر بين الأعضاء بتسويات ما في الأغلب تقوم على تنازلات للاتفاق على الأدنى، والأدنى قاصر على الإنصات إلى الأعمال المخامرة المفاجئة للأنماط المستقرة. أما المخاطر المتصلة بترتيبة اللجنة فهي كبيرة، متى قامت على الشلالية والزبونية والحلف بواسطة تصفية الحسابات مع الأشخاص والتعليمات من خارج اللجنة، وعدم الجدية في المداولات اليومية، وعدم كفاءة أعضاء اللجنة أو بعضهم مما يشل المداولات ويضعف زخمها. أم المخاطر هو عدم الجدية في تشكيل اللجان. فالمسرح العربي اليوم في غياب النقد المسرحي أصبح رهانه في تثمين جهود المسرحيين المخلصين على الجوائز دون غيرها. المفترض أن تكون رجال التحكيم مرتكزة على قيم التحكيم فقط، وهي حماية المنافسة بتوفير نفس فرص التقييم للجميع وبالابتعاد عما يتجاوز ذلك مما يعد إخلالات تشوب المنافسة. لكن التحكيم الآن بسبب غياب النقد صار بدوره حالة من النقد المسرحي. التحكيم يفرض قبول نتائج قرارات اللجنة من الجميع، ويضمن تنفيذ تلك القرارات لأن رجال التحكيم ليست استشارية في صفتها. والتحكيم هو تسوية نزاعات في القانون الدولي، لكنه في الجوائز المسرحية تسوية منافسات. ومن لا يريد قبول قرارات اللجان لا يشارك في المسابقات أصلا، لأن المحكمين مهما استندوا إلى ذائقاتهم الشخصية وخبراتهم النقدية فإنهم يحكمون وفق القوانين المنظمة للجوائز، وهي النظم واللوائح التي تنصص عليها الجهات المنظمة وتطرحها للعموم. وتلك الجهات المنظمة لها دور حاسم في جعل الجوائز تسقط في النمطية أو تظل محفزة للتحكيم. أخيرا، المسألة من زاوية المنظمين، قد يتسبب أعضاء لجنة تحكيم ما في الإضرار بسمعة جائزة ما، لكن الجهات المنظمة هي التي يصيبها الضرر وليس أعضاء اللجان.
ينبغي أن ينبغي التنصيص على النظم واللوائح بشكل صريح مع الإعلان للعموم على كل تعديل يطرأ على قواعد المسابقة، وتلعب البلاغات الموجهة للعموم للدعوة إلى تسجيل المشاركة في المسابقة ونصوص الدعوات لحضور المسابقة ومواكبتها أو مواكبة إحدى مكوناتها ونصوص دعوة الأشخاص للمشاركة في لجان التحكيم والكلمات التي يلقيها المنظمون في افتتاح مهرجانات المسابقة أو اختتامها والتي يلقيها المنظمون في مناسبات الإعلان عن نتائج المسابقات دوراً مهماً تلعب دوراً مهماً في تثبيت الانطباع والفهم والإدراك المتصل بأن الجائزة تؤكد على قيم الخلق الفني والابتكار والتجديد وسواها مما تشمله دائرة التحديث. تحتاج جهات التنظيم دون توقف إلى التأكيد الصريح على التحديث وبخاصة في جوائز المسابقات، في حين أن جوائز المسيرة المسرحية برمتها أو التكريم أقرب إلى الاعتراف بالتحديث الحاصل فعلا لأنها تشمل المحطات التي مر بها المسرحيون المسرحيين، أما جوائز المسابقات فتشمل محطة واحدة في مسيرة المسرحي دون سواها. جهات التنظيم منوط بعهدتها أن تحرص الواقع المسرحي من أن يسود في المشهد العام مسرحيون يحلمون بالجوائز ولكنهم لا يحلمون. شكرا أستاذ يوسف، بالفعل تقيد بالوقت 15 دقيقة بالضبط. طبعا ربما الأستاذ يوسف طرح مجموعة كبيرة من الأسئلة وأيضا جاوب على هذه الأسئلة وأيضا وضعنا حتى في شكل ربما التوصيات التي ربما يجب أن تكون في مثل هذه الندوة، ولكن أنطلق من سؤال الأستاذ يوسف، هل الفشل بالجائزة يجعل هذا ربما الذي المبدع أو الفنان التحفيز للجائزة القادمة؟ طبعا هذا بكل تأكيد مهم وأعتقد أنها موجودة أيضا، التحفيز عندما يفشل المبدع في جائزة إذا كان مبدعا حقيقيا يجد نفسه محفزا لكتابة ما هو يتحدى نفسه لكتابة ما هو أفضل أو لإخراج ما هو أفضل في الدورات القادمة. أساتذتي قبل أن أبدأ التداخل، ربما أنا طلب مني الإخوان المنظمون لهذه الندوة أن أتحدث عن نفسي شخصيا ولو قليل عن جائزة مهمة جدا أيضا وبعض الجوائز المهمة التي حصلت عليها، وأنا كنت أود فتح الباب لكم للتداخل ولكن بناء على طلب الإخوان المنظمون لهذه الندوة سوف أتحدث عن هذه الجائزة وأيضا تأثيرها. وأيضا لدينا في هذه الجلسة أحد الأساتذة الذين كانوا محكمين في هذه الجائزة، لهم التحية وسوف أذكرها، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأدب، هي جائزة رفيعة جدا في مجال الأدب والفنون، تمنح من حكومة سلطنة عمان ومن لدن صاحب الجلالة، وقيمتها المادية وقيمتها المعنوية أيضا جدا عالية، بحيث تمنح هذه الجائزة سنويا، كل سنويا تكون بشكل للسلطنة للمبدعين والمشتغلين في مجال الأدب أو مجال الثقافة أو مجال الفنون على مستوى الداخل، والسنة التي تليها أيضا تكرم على مستوى الخارج المبدعون العرب أيضا في هذه المجال التكريم. وهذه الجائزة تصل قيمتها المادية إلى ما يقارب 100,000 يعني مليون درهم تقريبا، أيضا وتمنح أيضا من خلالها الوزارة الاستحقاق من صاحب الجلالة. فطبعا ربما كشخص فائز بهذه الجائزة في مجال الأدب وعن في مجال المسرح بالتحديد كتابة النص المسرحي، منحت هذه الجائزة
وربما استحقيت من خلالها منحت ايضا بتشريف وزاره صاحب الجلاله. وكانت هذه الجائزه بالفعل تغيير في حياتي من كل النواحي بكل صراحه، حتى في اهتمام الحكومه فيما بعد بشخصي كان جدا الى الان طبعا مستمر، لانه عندما تمنح هذه الجائزه يتم الاهتمام حتى من قبل اعلى المستويات، لانه في النهايه يبلغوك انك انت ايضا منحت هذا الاستحقاق وهذا الوثائق، فبالتالي انت يجب عليك ايضا قد تكون اهداف معينه وايضا لك ايضا اهداف معينه، فبالتالي سببت هذه الجائزه حقيقه اشكاليه. ولا اقول انه ربما رغم الفوائد التي حصلت عليه ولكن ايضا سببت لي اشكاليه، لاني اصبحت بين قوسين تحت المكر، وإشكالية كبيرة أن تكون تحت المكر لأن كل كلمة محسوبة عليك، حتى أصبحت التغريدة العادية في تويتر محسوبة عليك، حتى أصبحت المداخلة في أي مجال قد يكون إنساني اجتماعي أدبي محسوبة عليك. أيضا شكلت هذا عبء حقيقة من حيث هذه الناحية، ولكن أيضا حققت لي فوائد أيضا أدبية، حققت لي ربما فوائد على المستوى الاجتماعي، على المستوى ربما ما أقول يعني على حتى على المستوى الخدمي أو على مستوى اهتمام الحكومة، يعني عرض علي أيضا بعض ربما قد تكون حتى عرض علي مناصب في بعض الجهات الأدبية الثقافية، ولكن كان بحتى البقاء كما أنا كاتب ومخرج مسرحي بالنسبة لي هو هذه القيمة الأدبية التي كنت أسعى منذ طفولتي أن أظل فيها، فبالتالي رفضت أي منصب أو رفضت أي تكليف قد يكون ليس أنا ما أنا أريد أن أكون عليه، فبالتالي شعرت أني ربما خرجت من هذه القيود أو من هذه قيود هذه الجائزة لأنطلق ربما في مجالي الإبداع. ولكن التحدي الذي أتى بعد هذه الجائزة، هل يمكن أن أحصل على جائزة أيضا قد تكون بهذا الحجم؟ كان سؤال أيضا دخلت بعدها في مسابقة الهيئة العربية، وكان تحدي بيني وبين نفسي أن أحصل على هذه الجائزة، التحدي أنه ربما لن أستطيع أن أكتب بعد هذا النص أو لن أستطيع أن أقدم إبداع آخر، فبالفعل كتبت ربما نص للهيئة العربية للمسرح، و لا اعرف ربما جاءت الاقدار جاءت الصدف ان يفوز بالمركز الاول ايضا، وكان في العام الذي يليه، فبالتالي شعرت هنا لم ياتي ربما ثقه النفس انما اتى الغرور، هذا حقيقه، يعني وصلت الى مرحله من قد تكون اتاني في لحظه الغرور انه جائزه مهمه، ومن ثم دخلت في منافسه مع عشرات الكتاب في مسابقه للهيئه العربيه وحصلت على المركز الاول، هذا الغرور شعرت في لحظة، فدخلت في مسابقة جائزة ربما الشارقة لتاريخ المسرح في الدورة الأولى التي فازت فيه نقطة تغريد ولم أفوز في هذه الجائزة، كان بالنسبة لي مثل ربما قطع الثلج التي تطفئ النار، وهذا حقيقة، لأنه لو كنت فزت ربما في هذه الجائزة المسابقة الأولى كتابة النص المسرحي بالشارقة ربما قضت عليه تماما، ولكن هذه الهزيمة في هذه المسابقة بالفعل شعرت أن إعادة صيغتي من جديد، إعادة الكتابة، الحمد لله هناك من هو أفضل مني، هناك من هو يكتب أفضل مني، تغريد ربما في ذلك الوقت لم أسمع كثيرا عن تغريد، ولكن بحثت عن تغريد من تكون هذه الفتاة ومن وكيف ربما استطاعت أن تفوز وأنا الخارج الآن جوائز جدا كبيرة أن أستطاع أن تفوز. رجعت العام الذي يليه أكتب نص آخر تحدي بيني وبين نفسي أني لابد أن أكون متواجد في جائزة الشارقة، وكان أيضا معي يعني للعلم إحنا مجموعة من الأخوان جميعهم ربما قد يكون تأثروا فيني وهم يكتبون في المسرح وبعضهم خريجين مسرح أيضا أخوان الصغار، وكنا دائما عندما نكتب نتناقش هذه المؤلفات، فكنا نتناقش وصار شاءت الصدف أن يفوز أخي الصغير.
الصغير الذي ربما تعلم على يدي بالمركز الثاني وأنا حصلت على الثالث وأتى أخونا الرابع أيضا في النصوص التي مشار إليها. فأيضا يعني رغم إنه شعرت بنوع إنه هذا أخي الصغير في النهاية أنا متعلم يعني تعلم الكتابة على يدي علمته الكتابة علمته النصح ولكن حصل تفوق. أيضا كان بالنسبة لي أيضا نوع من الجمالية ومن المتعة استلمت الجائزة بمتعة لأني شعرت أن في النهاية الإبداع لا يحب الأسم ولا أيضا نص وإنما قد يكون في أي مرحلة والتحدي مع النفس مطلوب ولكن أيضا الانتباه من أن تصل إلى مرحلة الغروب. فالكتابة للإبداع يستمر والكتابة للآلية يتوقف عن ذلك. فهذه نقطة مهمة. أنا فقط لم أذكر أنا الأستاذة التي كان موجودا محكما في لجنة التحكيم تحفظا لأنه هذه اللجنة السرية أنا لم أذكر هذا الاسم لأنه هي لجنة سرية وهذه لجنة الأحرار من يكون فأنا حتى لأنه لدينا التسجيل لهذه الندوة فبالفعل الأسماء سرية ولكن حصلت عليها بصورة أخرى فتظل المجائزة جدا معتبرة فيتم التداول لها بشكل سري وإن أراد أن يعرف بنفسي فهو حر في ذلك. الآن سوف ننقل الحرية اعذروني على التطويل في المداخلة ولكن شكرا لكم جميعا حبايبي حلوين كلكم والله جاية معاكم الحرية الطالبين لكم ساعة ونص للنقاش يعني معاكم تحدثوا حتى ربما إذا أردتم للمساء نبدأ في الأستاذ سيد في البداية بسم الله الرحمن الرحيم دكتور سيد علي كلية الآداب قمع الحيوان يمكن حمد ربنا أن أنا سأبدأ بالمداخلات على حوار تلبية المنوط صديقنا الحبيب أستاذ يوسف بحري الخاصة بيعني أن يكتب عن تاريخ الجوائز المنصحية يمكن ده كان من أحد المشاريع في مقالاتي المستقبلية ولكن دي نقطة في غاية الأهمية لأننا أذكر أول مسابقة مسرحية لجوائز في العالم العربي كله حدثت عام 1925 نشوف التفكير في الجوائز في هذا الزمن الذي نفتقده الآن المسرح كان في مصر منتعشا بصورة كبيرة ولكن حصل في ارتجاج في بالضبط سنة 22-23 بسبب الدستور هنا فكروا في كيفية إنعاش المسرح المصري كان هناك أحد الأشخاص يمكن أصدرت له كتاب من حوالي شهر محمود مراد ده كان أول مندوب فني في العالم يذهب إلى أوروبا بهذا المسمى كان اسمه المندوب الفني للحكومة المصرية وظيفته أن يروح 6 شهور يزور أوروبا بالكامل مدارسها مسارحها معاهدها علشان يشوف هم بيطوروا ازاي ويأتي أو يعود بتقرير إلى مصر لإنعاش المسرح المصري والعالم العربي كما ذكر في تقريره فعندما جاء وطرح عليه عايزين ننعش الحركة المسرحية قال المسرح محتاج فلوس ساعتها الملك فؤاد خصص 2000 جنيه بما يعادل حوالي 2 مليون أو 20 مليون دلوقتي فلتخصيص المسرح طيب هنطور المسرح ازاي فبتفكيره قال سنقيم مسابقه كبرى في جميع عناصر المسرح الغناء والتمثيل والكوميدي والتاليف والموسيقى وكل شيء وكل يدخل بحيث ان من هي في الفكره مش مين الافضل من يعطي تميزا في مجاله غير مسبوق سيأخذ جائزة شريطة أن يستثمر هذا المال في الإبداع أكثر طبعاً كل الناس دخلت مدرع المهدية يوسف فهبة جورج أبيض أسماء هنا من فاز وخصصوا بقى المن يفوز هنا يرسل إلى أوروبا في أول بعثة لتعلم المسرح ويرجع
نفتح له المعهد ويبقى هو اول استاذ يعني في التفكير ازاي نعمل. اول من فاز في هذا كان يوسف بيك وهبي. طبعا قال لهم اسف انا راجل جاي من ايطاليا ودارس مش محتاج بعثه. مين التاني؟ وظف غلبان بيقطع تذاكر في جنينه الحيوانات وهو زكي دليمانك. طبعا هو كان ممثل بس دي كانت وظيفته. فقالوا نريد ان نرسله الى فرنسا فارسلوه الى فرنسا. ولولا المسابقه ولولا الجائزه ما كنا سمعنا بذكي دليمانك الذي نشر المسرح في مصر. كفايه. شكرا للحلقة. أنا سعيد كثير استمتعت كثيرا من هذا العروض لأن موضوع الجائزة فعلا مثير وله حق وافر من الاهتمام المبدعين والأعلام والأسئلة التي تستمعنا إليها والتجارب التي تعرض خصوصيتها مهمة جدا. لكن من بين الأسئلة التي هو مسألة من يعطي الجائزة؟ هل العمل أم اللجنة؟ وأرى أن اللجنة هي التي تعطي الجائزة وليس العمل في أغلبها، ولأن نفس اللجنة لو قدم لها هل عمل فائز أو عمل آخر ما كان لو أعطي العمل الفائز إلى لجنة أخرى ما كان لهذا العمل أن يحصل على هذه. والسبب في ذلك يعود إلى مشكلة المعايير. فالمعايير المعتمدة صحيح هناك مبادئ عامة لتقدمها لجان منظمة للجوائز ولكن اللجنة دورا مهما في ذلك. لذلك من بين الجوائز التي يمكن أن تسهم في تحديد الجوائز عندنا هو أن تخرج من سريتها. وأقصد الخروج من السرية هو أن تكتسب شرعيتها مما يتحقق أو مما يمكن أن يتحقق على المستوى العالمي. أقصد أريد أن أقول بها عدد التقارير اللجان لا تكون مختصرة ومقتضبة حيث لا تسمح للمترشحين في اللجان أن يجدوا السبب الذي أدى إلى نجاح هذا العمل. لذلك في رأيي أن تسجل أعمال اللجان صوتيا وصوريا وتعلن بعد ذلك لأن أعتبر أن أعمال اللجان هو نوع من القراءة هي قراءة. وسبق أن كتبت هذا الموضوع خلال تعداد أنواع القراءات قلت بأن هناك قراءة يمكن أن نسميها القراءة المجيزة أي القراءة التي تعطي الجائزة. وبما أنها تحت المستوى الأعلى لابد لنا من معرفة ما هي المعايير التي تستند إليها فكرة وبالتالي يمكن أن نعطيها شرعيتها ومنطقة مع بدون الطعن في قراراتها. هذا مبدأ يجب أن نحترمه جميعا. لذلك أنا أعتبر كل الأفعال التي تكون مع الجوائز أعتبرها أحاديث لا أساس لها. المبادئ التي ينبغي أن تفاعل معها وأن نحترمها وأن نخضع لهذه القرارات. لكن هذه القرارات بعد انتهائها أرى أنه تصوري قد لا يكون صحيح أو لا ينسجم مع المتطلبات ولكن إعطاء العلنية يمكن أن يجعل العالم تتفق على معايير ونرى أن هذا العمل يستحق دعم.
ذلك في مرحلة معينة، لأن بطبيعة الحال المعايير تتغير، تتغير الزمان، تتغير التطور الذي يعرفه الإنتاج. هذا الجانب. الجانب الثاني، وستكون هذه من القراءات قيمة مضافة للقراءات النقدية التي نظر ننتظرها دون أن تتحقق. هذا الجانب. الجانب الثاني، كل إخوان لاحظوا أن الاحتفاء بالجائزة يكون له وجه إعلامي أكثر شيء. لم تكن تعطيني قارئا فانا لست في حاجه اليه. اذا كان اقل في منتديات مثلا جوائز هذا النوع، فالاقل تقدم لنا تقارير، اقصد قراءات تقدمها لجانب، تقدمها لجانب القراءه. اقيمت لها مثلا في اللوائح القصيره ثلاثه نصوص ما اقترحت عليهم مثلا في البوكير او في كارت هذه الجائزة التي تقدم إلى شخص واحد، أعضاء اللجنة يقدم لنا قراءات تقنية حول هذه الأعمال، وتنشر هذه النصوص إلى جانب تلك النصوص الثالثة، وبذلك نحقق التراكمات، وهذا هو الذي يعطي العمل قيمته الحقيقية، وهذا العمل كذلك يمكن أن يسقط الكثير من الأفواه التي تستغل مناسبة الجائزة في اللجان أو في المنظمين وما شابه ذلك. بدأ أخيرا وأعتذر عن هذه الإطالة، وهذا أن القراءة المجيزة ينبغي أن تتحول إلى مصدر عالمي قابل للقراءة، لأنه هو الذي يعطي شرعية للجائزة ويساهم كذلك في تشكيل وعي بالمعايير التي يمكن أن تصبح مشتركة لدى القراء من جهة، لدى الذين سيترشحون، ولدى النقاد كذلك. شكرا جزيلا. دكتور خليفان انتقل الى عشان طارق اللي امس كل يوم طلعينا بسلمى، امس طارق تعال بين اليمين واليوم ركض معك بكره معك. انا اليوم انتقلت الى خطه الغربيه. تحيه طيبه للجميع. التدخلات الرائعة فعلا، هذه خليفة الهاشم للكويت، فعلا هذه من الندوات المهمة جدا، وكنت أنا متطلع أني أنا أحضر من هذه الندوات لأنها تخص جزئية مهمة يمكن في حياتي شخصيا ومهمة للشباب تحديدا، لأن الجوائز يعني أكثر المستحوذين على هذه الجوائز هم من الشباب غالبا المسرح، المحرك الأساسي للمسرح والشباب. في هذه الجزئية خصوصاً في لجان أو جوائز بصورة عامة، يمكن الأستاذ يوسف كتب جزءاً مما كنت أتجه إليه، وقرأ جزءاً مما كنت أتجه إليه في تنويع الجوائز، فهو ذكر أنه هناك ثلاث جوائز، التكريم والاختيارية والتي تكون من خلال الشافع يشوفون ما هو أفضل موجود في الساحة فيمنح جائزة، أو المهرجانات. ولا أريد أن أدخل في متاهة التكريم ومتاهة الاختيارية، ولست خبيرا جدا في هذا المجال، لكن أنا سأتجه للمهرجانات. هناك شقين مهمين في المهرجانات، أولا لجنة التحكيم، ثانيا الجوائز. أولاً فيما يخص لجنة التحكيم، في قضية اختيار لجنة التحكيم، لا يكفي في اختيار لجان التحكيم أن تكون ملمة في علوم المسرح أو في التخصص الذي تريد أن تحدد فيه القضية الخاصة في منح الجائزة. هناك قضية مهمة جداً هي شخصية المحكم، شخصيته، قوته في الإدارة، في علاقاته مع الآخرين، صرامته مع الآخرين، شخصيته ببنيتها الأساسية. هذا جانب. الجانب الثاني، وهذه خصلة تعاني منها جميع اللجان، تجد شخص لم في جميع
عناصر العرض المسرحي هذه لديه شخصية ممكن التأثير عليها بطريقة أو بأخرى. قد يساند هو أعضاء اللجنة، لكن يبقى هو الحلقة الأضعف في هذه اللجنة أو شخصين حلقة أضعف في هذه اللجنة. حتى لا أصل في نطاق اللجنة التحكيم، أنا مع أن تكون هناك تسجيلا صوتيا لأعمال لجان التحكيم، ليس فقط للطابع النقدي كما تفضلت، وإنما هو جانب رقابي صارم على هذه اللجنة حتى تعرف هذه الأمانة التي أكلت إليها. الجانب الآخر، أنا مع إعلان أسماء اللجنة بفترة كافية قبل البعوث. نعم، شيء جيد أن يكون نسق لجنة التحكيم على جو أو نسق العروض المقدمة اختيارها، ولكن أنا مع اختيارها قبل فترة معينة وإعلانها بالاسم. وإعلانها بالاسم وبعد إعلانها بالاسم يعطى الحق للفرق المشاركة في الاعتراض عليها سريا وتقدم للجنة العليا، ولا يحق للفرق المشاركة أن تعترض لاحقا على النتائج لاحقا، لأنه يتم الطعن في اللجان والطعن في شخوص اللجان بعد هذه المهرجانات. لكن الحق في هذا الأمر، وفي لجنة عليا هي التي تحسم حق الاعتراض، مثل ما كان هناك حق للإعلان أو حق لأن يكون لجان التحكيم أن يكونوا مفتوحين على الآخرين، يجب أن يكون هناك حق للاعتراض مسبق في هذه اللجنة، وينظر له احتمال لا يؤخذ في هذا الحق في الاعتراض، لا يؤخذ فيه لعدم موضوعيته أو شخصانيته أو غيره. هذا جانب. الجانب المهم الآخر، حماية لجان التحكيم، وهذه خصلة مهمة جدا، الحماية القانونية، أن يكون هناك رجل قانوني يتتبع كل ما يقال على لجنة التحكيم ما بعد لجنة التحكيم، بعد انتهاء أعمالها، بعد قراءة اللوائح والنظم متعارف عليه أنه لا يجوز الاعتراض على قرارات لجان التحكيم، لأنه أعطيت الحق مسبقاً في الاعتراض على هذه، يأتي بعد ذلك بعد أن تنتهي من أعمالها يأتي شخص لأنه لم يحصل على جائزة مثلاً يعترض على هذه اللجنة، يجب أن يلاحق قانونياً وأن يعاقب مثلاً في عدم المشاركة في مهرجانات أخرى أو غيرها من المهرجانات. الجانب الآخر في الجوائز القرقرية في جانب التحكيم في التقييم، أنا أعتقد أن أنا أتكلم من واقع فهمي للندوة. قضية التقييم عادة تكون انطباعية لجانب التحكيم عادة من خلال رحلة طويلة مع الجانب التحكيم. يكون هناك تفكيك للنص من خلال أعمال اللجان، هناك تفكيك نقدي واضح وصريح لعناصر العرض المسرحي، وجود صبرات، وجود سينوغرافية في التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية، وأحيانا صحفيين ومتذوقين وغيره من الأطراف الأخرى، لكن لا توجد لدينا قضية التحكيم التقني، التحكيم التقني البحث. لماذا أقصد بالتقني؟ وهذه نادرا ما تحصل في اللجنة، هي قضية تحقيق النقاط داخل العمل المسرحي، ولا أعني النقاط بالأرقام، وإنما التقنية. بمعنى أعطيكم مثال، الممثل عندما أتحدث عن الممثل، هذا ممثل جيد، هذا ممثل غير جيد، ما الذي يحكم علاقة هذا الممثل في أن نحكم على جيد أو غير جيد؟ لذلك يجب أن يكون هنالك قاموس أو فهرس آلية معينة للتحكيم التقني، ليس بالضرورة الالتزام بها باللجنة، ولكن هي يعني ضوء لهذه اللجنة حتى تتخيل فيه. بمعنى يعني مثلا يقول لك أنت اللجان، أنتم في اللجنة تختارون الطريقة التي تريدونها في التحكيم، ولكن هناك القضية التقنية، مثلا الممثل، علاقة الممثل بالممثل الآخر، آلة الصوت عند هذا الممثل، أنا سينوغرافي ولست ممثلا، لكن خلال الجدليات التي نقع فيها، علاقة الممثل بالنص، علاقة الممثل الآخر، هل تطوع بيد المخرج؟ هل لم يتطوع المخرج؟ خارج الحروف لديه داخل وخارج، لأن هذه نقاط مفصلية تقع في التفريق بين المميزين. المميز تجد أن تذهب إلى قضية الجدلية بين
المناصفة التي ابتعدت نقول لك أنه هذه لا توجد جائزة مناصفة. التوصية التي نود أن نخرج فيها في من بعد هذا أتمنى أن تتبناها اللجنة هي قضية هناك عندنا ثلاث جوائز ثلاث طرق لبدء الجوائز، إما جائزة عامة كبرى ولا توجد جوائز فردية، وإما ثلاث جوائز أو أربع جوائز كبرى يعني العرض المتكامل والعرض المتناسق والعرض المميز كما يحدث في أحد المهرجانات في دولة الكويت، أو الجائزة الكبرى وجوائز أخرى صغيرة. أنا أتمنى إذا كان النوع الذي فيه جائزة كبرى وجوائز أخرى فردية أن تكون الجائزة الكبرى بمعزل عن الجزاء عرض متكامل يأخذ عرض متكامل في حالات استثنائية وأعطي أفراد أفرق هذه ومن ثم عرض متكامل لعرض آخر حتى يعني يكون في عطاء جيد. أنا في أحد المسابقات كنا في هذا الاتجاه لكن إحنا ما نستطيع أن نقول. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. ننتقل لنعطي الأستاذ الأم ترمى على علاقه بتعليق. صباح الخير. ترى نحن يعني كنا ناخذ وقتنا في المداخلات ولكن ما تكون بحري يعني نحاول بحري جنبك. هي بحريه شويه لكن مش صباح النور الشديد. بصفتي أكتب ولست كاتبة. مسألة الجوائز في اعتقادي في المسرح مسألة صعبة الحديث عنها أو الحديث فيها، لأنها تمس الشخص بذاته، فأنا قد أفرح بالجائزة المادية كإنسان أمارس يومي الكوتيديان، ولكن قد أنزعج منها كمفكر ككاتب. قال الدكتور أمين: لسنا بحاجة إلى جوائز، لكن المعادلة صعبة في اعتقادي. عندما قرر محمد إدريس المسرحي الكبير محمد إدريس في تونس في دولة 1997 وهي قرطاج المسرحية إلغاء الجوائز لأول مرة في تاريخ المهرجان منذ بعاده، أصبحت أيام قرطاج المسرحية تأتيها عموم ليس لديها أي مستوى، وهذا بشهادة الأصدقاء المسرحيين الأشقاء انحدر المهرجان في مستوى العلوم الفنية إلى مستوى غير مسبوق. فعندما طرحنا السؤال لماذا، طرحناه ليس نحن كتونسيين، طرحناه على الأشقاء العرب الذين كانوا يأتون من تونس للمهرجان بعروضهم المسرحية. فقالوا لنا، قال لي صديق أردني، قال لي: قبل كانت وزارة الثقافة تاع البلد اختار أفضل ما يمكن موجود بمسرحيات يذهب إلى أيام قرطاج المسرحية لأنه سيمثل دولتها. الآن لا توجد منافسة، لما روح أنت أنا مش فارغ. هذا 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 واقع. وعندما عادت السنة، هذه السنة عندما عادت الجوائز في أيام قرطاج المسرحية وقرروا إعادة الجائزة، عادت العروض إلى مستوى غير مسبوق في الارتقاء. العديد من الوجوه كما نقول في تونس السمحة جميلة موجودة هنا حضر مهرجان وتعب كنتم التي قدمت هذه السنة. هذا هذه نقطة أولى. هل أصبح الكاتب يكتب من أجل الجوائز؟ هذا سؤال في اعتقادي خطير. في المهرجانات المسرحية إذا كان الكاتب يكتب، وأنا دائما أتحدث من منطلق أني أكتب ولست كاتب، هل أصبح في المهرجانات المسرحية إذا كان الكاتب يكتب من أجل الجوائز فهي خير من المسرح، وإذا كان الكاتب يريد الجوائز لاعتبارات معنوية فخيبة المسرح منها؟ أشكك، لأنني ككاتبة متواضعة أكتب بتواضع، أشكك في قيمة نفسي وأنتظر من يقيمها ويضعها في خانة الكاتب الجيد أو الكاتب المتوسط أو الكاتب
بسيط في كتابي، أنا أسمح لنفسي ككاتب أن أضع نفسي في هذا الموقف، أتحدث ككاتب، ولكنني قد أسمح لنفسي أضع موقف إنسان أمارس اليوم في حياتي لأطمح إلى جائزة مليون دولار من المال. ثم هنا لدي مسألة، مشكلة عفوا، مع لجنة التقييم، هل هم مؤهلون؟ وأشار الأخ الذي تحدث قبل إلى هذه النقطة، هل هم مؤهلون للتقييم؟ وهنا نعود لمشكلة هذا التقييم يخضع لآليات علمية أو تقييم عاطفي وانتباهي. ثم هناك الجوائز التي تخضع لشروط، وهذه مسألة أخرى خطيرة بالنسبة لي. هناك الجوائز التي تخضع لشروط، عليك أن تكتب في مجال كذا وكذا. في بعض من المهرجانات وأغلب المهرجانات تجد شروط للمشاركة في المؤلفة التأليف، نكتب مصاحب الطفل بين 9 و10، نكتب في كذا كذا. هل يعقل أن أكتب وفق إملاءات؟ وإذا تجاوزت النرجسية ككاتب وكتبت، سيكون ذلك ركبا وعقلقا في الفأس، وبالتالي نعود إلى إسحاق الخيول كما قال المسرح. ألم أقول لكم أن هذه المسألة مهمة بالنسبة للكاتب؟ ثم سؤال مهم وأخير، هل هذا الكاتب الذي اعتاد أن يفوز بالجوائز، وهذا أشار إليه صديقي السمح، نعم أشرت إلى ذلك وأشرت إلى خطورة الاعتقاد، هل الكاتب الذي اعتاد أن يفوز بالجوائز لو أنه يوما دخل سباقا ولم يفوز ماذا سيحس؟ بعد جوائز متكررة فجأة تجد نفسك بدون جائزة، وقد فازت تغريدة عن المتاع أو أنا أو فلان، ماذا ستشعر؟ ما هو إحساسه؟ هل ستفقد قيمتك المعنوية لنفسك؟ هذا سؤال فعلا يريد إجابة. إذا نحن بين الأنا المتعالي والأنا اليومي، يعني أظن جملة أخيرة، أن الكاتب بعد فشله، بعد فوزه العديد من العشرات من الجوائز، عندما يفشل في جائزة عليه أن يراجع ليست قيمته الأدبية ولكن قيمته النفسية، حتى لا يضع نفسه في إحراج أمام نفسه. دكتور احمد الورا، مؤسس ومدير مهرجان المسرح العربي للقاهره. الحقيقه هذا الموضوع شغلني منذ سنوات طويله جدا، ولدي كتاب من نشر في الاردن عن المهرجانات المسرحيه العربيه بين الواقع والطموحات. انا الحقيقه بعتز جدا في سنه 2001 مع الكتاب الجديده لما اسسنا مهرجان المسرح العربي، وبرغم ان كان حمدي ليس الراحل القدير هو رئيس لجنة التحكيم، قررنا عدم دخول الأخوة العرب بفرقهم في المسابقة. كل العروض العربية هي عروض مستضافة، نرحب بها جدا، نحن نعبر عن المجال شهادات التقدير، ولكن التحكيم للعروض المحلية فقط. ولذلك أحب الحقيقة أحكي على هذا المعنى. إحنا نقدم مسرح للجمهور، هدفنا هدف أي مسرحي هو كسب الجمهور، وبالتالي ان الخطأ الشائع ان احنا نسجل اتجاه معين من المسرح للنخبة فقط، وبالتالي ممكن ان نحصل على الجائزة الاولى كما يحدث في المهرجان التجريبي بعض العروض التجريبية للنخبة التي لا تستطيع ان تتواصل مع الجمهور الكبير وخاصة في الوضع العربي. حينما بدأ المهرجان التجريبي في 88 وكانت معظم لجنة التحكيم من الاجانب، وكان هناك عضو واحد مصري وعضو عربي، كان الاتجاه الى تسييد العرض المسرح الجسد والمسرح الرابس و واصبحت سمه ساجده في المسرح المصري والمسرح العربي، وتاثر جدا معظم الفرق العربيه بهذا المهرجان وللحصول على الجائزه، اصبح الهدف
كان بعد كده مهرجان فجيرة 2003 لم تصابه. مهرجان دمشق بعد توقف 16 عام عاد في الدورة 12 وألغى تصابه. مهرجان تونس بارتاج مهرجان مهم جدا ألغى تصابه في 2009 وأنا الحقيقة كنت معي كويس. نظرا أنا خدت هذا القرار لما اكتشفت إن بعض التداخلات السياسية بين بعض الدول والخلافات العربية تنعكس على وتنعكس على تشكيل الدنيا. وبالتالي احنا للاسف شعوب ما زلنا شعوب ناميين، مش لازم نقلد البعض، شعوب ناميين بيفرقنا ممكن مباراه كره قدم. شعوب قريبه جدا من بعضها بينها تراث وتاريخ، ماتش او مباراه كره قدم بيفرقنا، فما بالك في المسرح. المسرح اساسا مش بادئ كمباراه. لعبه كره القدم والمباراه الرياضيه قد تكون هدفها اساسا الكاسب والخسر، لكن المسرح لا. وبالتالي انا ضد الحقيقه لما اقول انه لما بلغي المسابقه ما بديش عروض كبيره اطلاقا. ده احنا بعمل مسابقه محليه على اساس ان نشوف افضل عرض ومن رشح المهرجانات الكبرى. وبالتالي كل دوله مسؤوله عن ترشيحها، وما فيش حاجه اسمها عشان ما فيش جايزه ماديه مش هنروح الفريق، بالعكس ان نتنافس كل الفرق المصريه نفسها تروح كارتاج، لان كارتاج مهرجان كبير بالتاريخ، فمش مرتبط بالجايزه. النقطه الاهم، انا مع تماما اعلان لجان التحكيم، لان مفيش سر في بلاد العرب. يعني زي ما استاذنا قال، انا اعرف اللجنه بصفه ما او بشكل ما، كلنا بنعرف اللجان وكلنا بنعرف النتيجه، وزي ما نقول في مصر في المطار السري، يعني عارفين فين واسمه المطار السري. فهي المساله مفيش سر. وانا حاجه من اهم التجارب اللي خطها من خلال لجان التحكيم تجربه النوميه، واحده من سلطان عمان كانت لجنه على اعلى مستوى العربية في الدورة السادسة، كانت تجربة فعلا مهمة بالنسبة لي، وأيضا على مستوى جامعة المنصورة، يعني جامعة إقليمية، لأن كان معانا الفنانة مليان حمدي والفنانة عبد الحميد، خدنا إجراء جديد أتمنى إنه يحدث وقد يكون متفق مع هذا الإجابة، وهو لماذا لجان التحكيم بتبقى منفصلة عن الفرق وكأنهم في سرية وكأنهم في مجموعات وما يرضوش يتكلموا وتيجي تكلموا حتى في الصف الجامعي عندنا يقول لك لا أنا عضو لجنة التحكيم ما يتكلمش. لا، كنا بنعمل ندوة يومية لجنة التحكيم مع الفرق، كل فرقة تقدم عرضها، بنعمل ندوة مباشرة ونقول أخطاء العرض من وجهة نظرنا ونتناقش معاه ونسمع ندوة النقاط، وبالتالي بنعلن مبدئيا عشان كده لما تطلع نتيجة يبقى كل الفرق راضية لأنهم عرفوا سلبياته وعرفوا إيجابياته. وكنا بنكتب في النشر ونحط، أنا شايف إن فعلا المسألة لازم تبقى واضحة فيها شفافية، نبقى حريصين على المسرح، حريصين على الجمهور، حريصين على الفكر، وإن احنا نقدم أفضل عروضنا فعلا، وليس يكون الهدف أبدا الجايزة، لأن إذا قلنا إن الجايزة مهمة علشان بتشجع، طب ما هي بتحبط 10 فرق عشان تشجع فرق، لا طبعا، اللي بيقدم المسرح عشان الجايزة ده مش مسرحي، والمسرحي الحقيقي هو بيقدم مسرحه عشان يقدم فكره، يدافع عن قضاياه، يكسب الجمهور مباشرة. شكرا أستاذ. ننتقل للدكتور سامي جمعان. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا تمنيت من البدايه شيء لازمان، ولكن الكل هو يريد ان يتحدث والكل سوف يتحدث، فقط اعطونا الوقت والمهنه. الدكتور سامي انا فتح لكم الوقت. يلا بسم الله. صباح الخير جميعا. سأنطلق من المقترح المهم الذي طرح في هذا الصباح من سعادة الدكتور سعيد الدين، حتى على أن تتبلور هذه الندوة في شيء مهم نخرج به أو مقترح أو مشروع نستطيع أن نفرس له من خلال أي مشاهد، وهو موضوع الإعلان عن التقارير أو الإعلان عن مناقشات إيجابية. هذا بقدر ما هو مهم يواجه خطورة في مسألة مهمة وهي مستوى الوعي لدى المتسابقين في الوطن العربي. نحن أمام تجربتين، الغرب يتقبلون مسألة المسابقات وما يصدر عنها من جوائز. لدينا تدني في المستوى تقبلنا لما يصدر عن لجان التحكيم، وهذا على مستويين، المستوى الفردي وأنا عشته شخصيا، والمستوى الجمعي في الفرق المسرحية وما شابه.
ذكرني الأستاذ عماد بي أنا شخصياً حينما استلمت جائزة سنة 87 وكنت صغيراً هنا في الشام في التمثيل. بعدها بسنتين استلمت جائزة على المستوى الخليج أيضاً في التأليف والإخراج. ولا أخفيكم أن الوعي لدي كان متدني جداً في مستوى أنه أحصل في هذا السن على 3 جوائز في 5 سنوات فقط. وكنت أمام معترك طريق خطير جدا، إما أن أغتر وأخرج من دائرة التنافس بالغرور، أو أني أرفع من مستوى وعيي بأن هذه الجائزة مجرد جائزة محفزة. الثاني مسألة تقبلنا الجمعي. أنا صرت أخاف أشارك في لجان في المهرجان، لأنك تستعد من الفرق التي لا تفوز. وقد حدث معي شخصي أحد المهرجانات صار يعني فرقة معينة لها أهمية ولها قيمة، لأني كنت حتى أعتقد أن كان لي ثقل في اللجنة، هو يعتقد أن كان لي ثقل في اللجنة بينما هي رأي كم، وبالتالي استعدان هذا المهرجان لأنني لم أمنحه الجائزة. إذا هي مسألة وعي، نحتاج إلى أن نرفع مستوى الوعي لدينا وبالذات عند الممثلين والمشاركين والفرق المشاركة، لأننا نأتي كي نتعارف ولا نأتي كي نتسابق بشبابية وشر. وبالتالي أنا مع فكرة عرض التقرير وليس التسجيل الصوتي، لأن مشكلة التسجيلات الصوتية فيها كثير من البساطة والشبابية والنقاش العادي بين رجال التحكيم. التقارير نحن محتاجين إلى يعني مسابقة التأليف الآن في الشارقة، أتمنى أن أرى تقريرا بكل عام. التأليف شاهد التقرير هل يقرأه الجميع؟ ويشتاق تقريبا نص المسرحي، يعني أتمنى أن أجد له تقريرا. أيضا بجانب التحكيم في المهرجانات المسابقة حين تعلم عن تقريرها يجب أن يكون شفافا وواضحا وفيه نقاط صريحة كي نتقبل نحن كمشاهدين ما يصدر عنها من قرار. شكرا دكتور سامي. تفضل واعتذر منك، شعرت بنظرة الزعل للإكرام. أقول لي أنا المشكلة أشوف النظرات أصبحت تتوالى من شخص إلى آخر. إخواني اللي نستطيع الجميع واحد وراء الآخر، تفضل أستاذ. اسمح لي. صباح الخير. طبعاً استعير مقولة وردت في مداخلة الناس من حول. هناك حجم جوائز في مجال المسرح، خصوصا عندما تستعرض مقولة في وضع ما في العالم العربي. عادة الجوائز في ثقافات أخرى في جغرافيات مسرحية أخرى تكون حافزا آخر. الجوائز ليست في قيمتها، في قيمتها المادية، ولكن الأطر التي تحدثها عن العمل، خصوصا عندما يتحول هذا العرض وعندما يضمن ترويجا فعليا منطقته خاصة. هناك بعض الجوائز في العالم الغربي لا تسلم هبة أو قيمة مادية. أظن أن جائزة هونغ ليست فيها جائزة مادية، ولكن ما تدره على الكاتب من بعد، خصوصا بعض الطبعات التي صورت من خلالها كتابه فتدر منها الكثير. يبدو أن عقلية عربية كما قال الأستاذ يوسف تخدم حتى لسان عربي، جائزة لا تجعلك تعبر إلى الضفة الأخرى بل تبقى في مكانك. بالنسبة للجوائز خصوصا في المجال المسرحي، هناك شيء يقال عن قانون المسابقة. قانون المسابقة عندما يعلن وعندما ينشر، عندما تنشر بلاغات في الصحافة، تجد كل الأشياء المتعلقة بمنطقة المشاركة، ولا يعبر داخل قانون المسابقة على هوية الجائزة. لأن التعبير عن هوية الجائزة معناه التعبير عن هوية المهرجان التي ستشارك فيه. وطبعا عندما يعبر المهرجان عن هويته الخاصة فمعنى أنك ستلاحظ ما هو جانب جمالي، هل هو يميل إلى التحديد، هل هو تقليدي، هل هو ما بعد الحداثة. هذا الجانب أيضا تداخل قانون المسرح
فرص هائله، فرص خطيره ايضا في الجيل ومستقبلنا. فحتى لجنه التحكيم المسؤوله هل لديها القرار النهائي في اختيار المتوج بالشهيد؟ معناها العقليه العربيه جوائز الخاصه بالمصالح لها منطق خاص سواء في مستوى تدبيرها سواء في مستوى التسيير. فبالتالي ليست كما هي في الظاهر انه هذه تتوج احسن عمل او احسن عمل مصلحه. الجوائز تميز بين الجوائز العربيه والجوائز الوطنيه، عاده في كل دوله عربيه لا جوائز خاصه في المصلحه. والعاده اساسا ان هذه الجوائز يرى فيها المخرج المصلحي، لان المخرج المصلحي ليس هو الروائي، ليس هو الشاعر، وليس هو الفنان التشكيلي. المخرج المصلحي عندما ينتج عمل لا ينتج من اجل المشاركه في المهرجان اساسا. عمل جماعي لفريق عمل، الغرض منه أن يعبر عن رؤيته الجمالية الخاصة. فبالتالي هل تتوج اللجنة هذا المنظور الجمالي للعرض المصلحي أم تتوج عرضا مصلحيا يستجيب لقانونها الداخلي الخاص؟ ومن هنا عندما سنطلب من هذه اللجنة التحكيم أن تنشر تقريرها الخاص، فهذا مهم، ليس النقاش الذي تتداول داخلها. اساسا هذه النشر لهذه التقارير التي تتداول من خلالها حول العرض المتوج سيفيد بشكل مهم في معرفه الضائقه حتى من يحرصون على ان يشكلوا وعينا لداخل العرض. والغريب احيانا هذا حتى نجد حتى في وسائل الاعلام بعض المنجزات لحظة خفوت أو لحظة تراجع أصبحت هذه الجوائز لعنة، وأنه لا يجب أن نتوج ويجب أن نخلق مهرجانات مصلحية للتدريج. عقليتنا خاصة جدا وكاريزما خاصة، يعني تحتاج إلى فعلا لجهة وسط. بالتالي أظن أنه أبعد من الجائزة. يحتاج العرض المسرحي لفعل المشاهد متعة المسرح أكثر، خصوصاً عند كل مثل المخرج الذين متوجين كثير من الذين تدخلوا تمنيت فعلاً أن يقدموا شهادة حول التتويج. ماذا فعل مثلاً تتويج مصلحة أمين مسعود مثل مصلحة نيرة؟ أهم شيء يطلب المتوج أن يشاهد عرضه، مهم جداً أن تقدم توصيفة جائزة لمهرجان مصلحة على المتوج على عرض المتوج أن يعبر لجميع المصالح العربية. إذا توج هذا العرض هذه السنة مهم جدا أن نصوره أن نراها في تونس، أن نراها في الجزائر، أن نراها في سوريا، أن نراها في لبنان، أن نراها في دول عربية أخرى. معناه طبيعة العمل المصالحي يحتاج لرؤية مختلفة تماما عن منطقة الجوازات. شكرا لك. دعوني أكون متحيز لسلطنة الدكتور سعيد الزيادي وأعتذر من الدكتور سعيد بعد. تحيز جميل صراحة. تحيز مضطر يعني بعد. هو أحد أعضائكم. شكرا للجلسة. هذا عن موضوع النشر وحلقه
طبعا معظم اللي كانت تحكي من نقاد حاضرون يعني طبعا عرب اي مهر جانب هذا لا يتوفر النقاد اللي جانب تحكي مبارك من الاعضاء يكون مستعدين يعني ايضا قلت هناك الحكومات لا يوجد اهتمام فيها في مسار الطاقه والجواز وربما اختلف مع معظم المهرجانات التي تقيمها الحكومات وتدعمها الحكومات تكون حقيقه اقل المهرجانات يعني على الاقل تنظيما وحضورا وجائزه واعلاما والى اخره ربما المشاريع الاخرى الارضيه التي تقيمها البرافو في هذا الشخصيه يعني يعتمد على الفرد والدليل هذا الملتقى أريد أن أكد يجب أن ندفع الحكومات أن تقيم في هذه المنشآت تقيم في هذه المنشآت ولا نتسلى عن أهمية الوجود والحضور هي تقول أنه مع أيضا الحكومات هذه والشخصيات القادمة هم أفراد مثلنا يعني تم تعيينهم أمام هذه المسؤولية فيجب أن لا نتسلى عن هذه المسؤولية نحن نقول أننا نتمنى أن الحكومات أن تزيد من حتى قيمة الجواز إذا نطالب بجائزة رقم أكبر من هذا لدينا معايير حقيقية لجان تحكي مع كل أنا أعتقد معظم المهرجانات يعني شروط موجودة وتعلمي وكل شيء شرط الواقع موجود يعني ما هو المهرجان الذي يكون الواقع يعني نادر ما كان عندما نادر الذي تحكي ما هي الجوائز وتحديدها بالضبط وأنا أعتقد هذا أيضا يعني عندما نذكر أمريكا فرنسا لأن حقيقة صحيح يعني مقارنات ربما يكون فيها يعني غير موضوعية يعني على الأقل يعني بعض يعني البلدان العربية ولكن أيضا أخي العزيز هذه الدول أيضا مرت بتجارب كثيرة ومرت أيضا يعني بعصارة هؤلاء المفكرين أنفاقهم يعني موجودين عندما وصلوا لهذا الاقتران المقال يقولون رأيي صحيح وإلى آخره المسرح صناعة زلنا أيضا نؤمن بصناعة الإنسان. نحن يعني نؤمن كثيرا يعني أنفسنا ونعاني كثيرا أنفسنا ونجلد ذاتنا كثيرا ولكن حق يعني ما هو موجود في الوطن العربي أيضا لا بأس به لن نصل إلى الكمال ولكن لتحسن التعليم وتحسن الظروف يعني نحتاج إلى تغيير وليس إلى تأثير المهرجانات العربية أنا أعتقد معظم المهرجانات أيضا فيها رجال تعقيم بعض العروض والسرور يعني بشكل كبير يعني والصراحة موجود ونختلف ونتفق في الغالب يعني أيضا التفسير موجود ونعتقد أيضا التغيير موجود بوجود رسالة تقليد يعني قلت بوابة اعتراف إعطاء المبدع الجواز نعم صحيح في بوابة التكريم هو جزء من هذا الاعتراف يعني وأنتم أنفسكم المكرمون شهدتم هذا الاعتراف ونحن أيضا كمطالب يعني حصولكم على هذه الجوائز يعني شخصيا حقيقة أذهب إلى قراءة بعض الروايات والأعمال من خلال سؤالي ما هي الروايات التي حصلت على الجوائز؟ أريد أن أقرأ أي رواية مصر أريد أن أقرأ الأعمال التي حصلت على الجوائز الجوائز هي مش الحدة لكم وشارة لنا أيضا تقرأ جائزة شارة هي أكبر على مستوى التدريب أعتقد أن أعمال أشار إلى أنها أيضا يعني مستوى أكبر ولكن أريد أيضا أن أصدمكم بشيء رغم أن جائزة سلطان قبل قيمتها يعني ما في 50,000 ريال 20,000 دولار كان عدد متقدمين هذه الجائزة 8 كتاب لدينا معجم يعني عن دراسة معجم المسرح العماني لدينا أكثر من 320 كاتب مسرحي فصحى أين كانت المشكلة؟ كانت المشكلة في فهم الكتاب لشروط الجائزة هو يعتقد أن الجائزة على الخبرة والتجربة الكتابية ولكن كانت الجائزة على العالم هذا النص الجائزة المبدع على النص لكن طبعا الجائزة العربية الأخرى العام الذي بعده هي جائزة أكبر يعني لكن عن تجربة يعني جائزة العام الثاني ولجان التحكيم تنشر حقيقة بعد صح الدولة المصرية اليوم ولكن تنشر وكان عبد الرحمن زيدان هو يعني على مسؤوليتك لأنك أنت عضو لجنة نحن الثاني
الرئيسي أكثر هذا العام زين. خلي بالك كله بتسجل. أيضا أظن شو على موضوع الطبع أنا أقصد على الطهارة ولكن أيضا نريد أن ننبه المسيحيين. نحن أيضا في عصر السلب. الرواية أخذت مساحة كبيرة من هذا السلب وهذه القيمة. يعني على المسرحيين أيهم أن يعني لا يعني لا تأخذ العزة أن المسرح والكتاب هو المرء الجواز ولكن أيضا الرواية أخذت مساحة كبيرة وصح يعني الجواز يعني أكبر وقراءة أكثر هذا هي عصور ربما الشعر ربما المسرح إن شاء الله في القادم من الأيام صفري هل الجائزة هي امتحان أو ما بعد الجائزة هي له امتحان أنا أقول أن التكريم ليس معنا أنت أيضا أفضل الموجودين في السحر التكريم معناه أن تأخذ الموجود في تلك الدورة وفي تلك المسابقة. أيضا يعني هذا الناتج بملاحظة أن ليس معناه أن توصلت إلى القمة ولكنك أنت أخذ الموجود في تلك الدورة. وأنا ذكرت موضوع ثمانية ربما لو مسابقة ثانية تقدم إلى 50 ربما يعني يكون أخذ من داخل الصبي يوسف حول ضبط ما قبل الحصول وما بعد الحصول أنا صراحة أصب بالهلع على شيء يعني أختلف معك أصب بالهلع من اختيار أعضائي كان التحكيم لسبب وجدت أن يعني ربما معظم العواقيد أنهم يشاركوا بدورة واحدة للتحكيم ولا يسمح لهم في دورة أخرى وصلنا عندما في السلطنة إلى الصف الثاني والثالث بعض أعضاء لجنة التحكيم كانوا معاً مسرحي واحد أو تجربة كتابية واحد ويسمحوا لماذا إذا لا يسمح لهؤلاء مثلاً الخبرات يعادوا ويقدموا لماذا السنة أن يشارك فقط مرة واحدة هذا الهلع الذي يعني سنصدق أشكركم وأصدق شكراً يا دكتور سعيد طبعاً دكتور عبد الله على أساس فقط من البداية السلام رحمة انتظرتك أنا أرفع يدي شفتك لا يعني ما انتبهت شفتها مترددة يا سلام هذا متقدم علي السلام عبد الله يعطيكم العافية أنا أختصر في ثلاث كلمات عن الجائزة لماذا هذه الجائزة ولمن ماذا هذه الجائزة المسؤولين من الجائزة هل هي بس جائزة اليوم فازت الفلانية أو فازت الكاتبة الفلانية لا ما هذا الهدف من المشروع يعني الآن تجربة مثلا أستاذ أبي داود أمام إحنا في دولة الكويت حصلت على هذه الجوائز وسؤال ليش هل أحد تبنى تغريدة داود في الدولة صارت لها استعارات والله يعطوها تحفيز في أماكن أخرى فجائزة الدولة التشجيعية يعني هذا سؤال مهم أن رابع الجائزة أن هل هناك في تبني صريح لهذا الإبداع الموجود في مصر لما تلقى هذه الجائزة للأسف في بعض اللوائح وبعض المجان يعني نقي مهرجان ونعمل زخم لكن تأتي بالأخير يعني مثلاً هذا يعب على مثلاً لجان التحكيم يوم مثلاً يشوفون أن مثلاً العروض لا ترتقي للجوائز لأن قيمة فنية عالية ولكن يأتي المسؤول يقول لك عقد للأفضل السيد هذا شيء سيء راح يعود علينا بالسلب مش بالإيجاب ليش أعطي أفضل السيد؟ ليش ما أحجب عشان أعطي درس أن هذه الجائزة قيمة جداً ما الواحد ياخذها لازم ياخذها المبدع رقم ثلاثة من يعطيك هذه الجائزة يعني أنا أسف إني أقول هذه الكلمة يعني مثلا تجد إن في بعض المهرجانات قامات كبيرة يدخلون في هذه المنافسة ولجان التحكيم لا يملكون السيرة الذاتية ولا يملكون المشاركات إنهم يقيمون هذول الأساتذة ممكن فبالتالي فتبدا الابداعات في الاليات في لجان التحكيم و و و وقاعدين نشوفها يعني مثلا على سبيل المثال المخرج لما ياخذ على سبيل المثال جائزه
يعيش على المخدرين على رجل العافية على 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 إذن ما يستاهل بعض المتكلمين بالطبيعي. هذا على سبيل المثال، فمسألة أن مثلا أفصل جائزة كبرى مثلا عن جوائز فردية هذا أيضا صعب في العاديات. فلذلك يجب أن يكون لجان التحكيم بخبرة عالية جدا حتى يكون مستوى جيد جدا. شكرا. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن زيدان، تفضل. في الحقيقة ترددت في أن أتدخل في هذا الموضوع لأنني جزء من هذا الموضوع. في مناسبات متعددة كنت مشاركا في لجان التحكيم، ولكن بعض الأفكار التي ظلت ترافقني طوال الاشتغال بالمصاحف وبالنقد والاشتغال داخل لجنة التحكيم. لجنة التحكيم هي في الأساس مسؤولية أدبية وفنية، وأحيانا تتحول إلى مسؤولية سياسية عندما تضغط عليه السياسة، وأنا أقولها صراحة. في العديد من المناسبات والمهرجانات كنت أشتغل مع نقاد، مع مخرجين، مع المشتغلين بالمسرح بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن من خلال هذا الاشتغال وجدت بأن جميع المهرجانات تحكمها مجموعة من الضوابط. هذه الضوابط يكون معلن عنها أو تكون ضوابط غير معلن عنها. هناك مهرجانات تسير من طرف الحكومة، وهذا مسألة لا بد من الاعتراف بها. ثم هناك مهرجانات تنظمها جمعيات ثقافية، ثم هناك مهرجانات متراجحة بين السياسي والجمعوي، واستطاعت أن تنظم مهرجانات ثابتة في تاريخ التجربة المسرحية العربية. لكن وهذه لكن تكون دائما صعبة في التوقف عندما نتوقف نريد أن نروح بهذه التجربة التي ليست فقط تقويمية للعمل، ولكنها عملية ستصدر أحكاما. الكل يراهن على الموضوعية، والكل يراهن على أن كل النتائج تكون قريبة من الموضوعية. كل النتائج التي متوصل إليها من قبل لجنة التحكيم دائما تخلق زوعة من الاختلافات، وتخلق شرخا في العلاقات الإنسانية أولا. وعندما أقول البوح أقول تجربة خاصة في مهرجان المسرح العلمي العربي في القاهرة، كان رئيس اللجنة هو المرحوم الممثل القدير نور شريف، كانت معنا كان معنا حسن مطر، كان معنا الدكتور علي مهدي، كان معنا من المهرجان من ذاك المهرجان إلى الآن أن شخصا كان معنا في لجنة التحكيم وكان يريد أن الفرقة التي ينتمي إليها أو تنتمي إلى الدولة العربية أن تفوز بالجائزة. فلما لم تكن جائزة باتفاق الجميع، أول عدو صار أمامه هو العدو المدرب. فمن ذلك الوقت ما تحدثت معه إلى الآن. في 1998 في القاهرة، ها؟
25 سنة يبين في ظل العداوة. أنا أريد أن أطرح موضوع مهم وهو أن جميع المهرجانات العربية وجميع لجان التحكيم تصدر مجموعة من التوصيات، توصيات تحمل نقودا أو نقدا أو تقويما للمهرجان، وتقدم اقتراحات. هذه الاقتراحات يمكن أن تكون عاملا مساعدا على تطوير الفكر، تطوير الفعل المسرحي، تطوير الترقي المسرحي لدى المشتغلين بالمسرح، وتكون أيضا تنبيها للحكومات كي تعطي القيمة لهذا المسرح. ولكن من الأربعينيات إلى الآن لم يطبق أو لم تطبق أي توصية. لماذا؟ لأن هناك مفارقة ومسافة شاسعة تفصل بين المسرحي والسياسي. السياسي يشتغل بالمسرحي ينمع وجوده، والمسرحي يشتغل يلمع مسرحه، وهنا تكون المفارقة. أنا أدعو في هذا المنبر بهذه المناسبة أن نكون أو نؤسس لبنك لكل التوصيات المسرحية التي صدرت في جميع المهرجانات العربية، ونقوم بقراءتها ونقوم بإعادة قراءتها للبحث عن الخلل الموجود في المسيرة المسرحية. الدكتور عمرو دوارة في كتاب أحد كتبه حاول أن يجمع بعض التوصيات، وهذا أعتبره عملا مهما وعملا شاقا. ولكن الآن نحن مطالبون بإعادة قراءة الذاكرة المسرحية العربية، ليس فقط من خلال النقود التي كتبت، ولكن من خلال التوصيات، لأنها تقدم مشاريع رؤية جديدة للممارسة المسرحية العربية. أشكرك. شكرا معلش هو والله من البداية الأستاذ ترى من البداية رفع سبعة معلش سبعة صار وننتقل ترى عذرونا نحن أنا بنحاول قدر الإمكان ننتبه بس حبايبنا هم في الأخير لأنه حبايبنا معلش. صباحكم سعيد، معكم الدكتور عز الدين جلوجي من الجزائر. الحقيقه لاحظت في هذه الندوه القيمه ان الجوائز العربيه اصبحت مسار جدل كبير، ونتائجها كلما ظهرت اثارت كثير من الضجه وكثير من الزوابع، ولعلكم تابعتم يعني اخر جائزه عربيه في النقد حيث لاحظنا بان اول الطاعمين في هذه المصداقية هم أقرب الناس إلى صاحب هذه الجائزة، وأول القارئين وأعمق القارئين لهذه الجائزة، مما أصبحت الجوائز عندنا تشبه كثير الانتخابات السياسية في معظم الدول العربية، يعني نتائجها معروفة بكثير من الأحيان، وتخضع ليس للجوانب الفنية والجمالية بما يقدم، ولكن لاعتبارات أخرى. أنا عندي ثلاث خيارات وليس ثلاث أسئلة، ثلاث خيارات. الأولى هي ما معنى أن يحظى النص بجائزة معينة، أن يتوج في مسابقة معينة ثم ينطفئ تماما بعد ذلك، ثم لا يحظى بمتابعة نقدية وبدراسة نقدية وباهتمام بالنقاد؟ أليس هذا بحد ذاته سحب لهذا الاعتراف، سحب لهذه الجائزة؟ ولاحظنا كثيرا من النصوص التي حظيت بهذه الجوائز العربية الكبرى لم تحظى تماما بعد ذلك بأي التفات نقدي ولا حتى بالتفات إعلامي، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأن نيل الجائزة هو في الحقيقة اعتراف من اللجنة التي قاربت هذه النصوص وقرأت هذه النصوص فقط، ثم هو اعتراف بفوز هذا النص من خلال النصوص التي شاركت. والأستاذ الفاضل ذكر بأن هناك ثمان نصوص شاركت، بمعنى أنت فزت بالمقارنة مع هذه النصوص المشاركة وليس مع غيرها. ولذلك الحيرة الثانية بودي لو أن هذه الجوائز تخصص
للجهد الإجمالي للباحث والكاتب، بمعنى أن هناك شخص يقدم جهدا ما وأن النقد قد التفت إليه وقد قدم عنه جهدا كبيرا، تأتي اللجنة لتزكي هذا الجهد النقدي وتزكي هذه الالتفاتة وتزكي هذا المجهود الكبير الذي قدمه هذا الكاتب. وأنا أستطيع أن أدلل على ذلك من أن عشرات المبدعين الكبار الذين حققوا خلودهم في مجال المسرح وفي الرواية وفي الكتابة إجمالا لم ينالوا جائزة في حياته، في حين أن نستطيع أن نذكر أسماء حظيت بجائزة واثنين وثلاثة ثم بعد ذلك انطفأت هذه الأسماء تماما. أنا أستطيع أن أتحدث عن تجارب ميكيل الجيبي وأنا كاتب روائي ومسرحي على مستوى الجانب الإبداعي وعلى مستوى النقدي، لاحظت بأن هناك أسماء بدأنا معا المشوار حظيت هذه الأسماء بكثير من الجوائز بكثير من التلميع الإعلامي ثم انطفأت هذه الأسماء تماما، في حين أن هناك أسماء لم تقترب من الجوائز لم تتقدم لهذه الجوائز لأنها تعتقد بأن هذه الجوائز شكل من أشكال التكسب الذي يجب أن ترتقي عليه وأن ترتقي عليه، وهي لا تقدم نصها أبدا لهذه المسابقات وبالتالي لم تحظى بهذه الجوائز، غير أن أعمالها حظيت بالخلود وحظيت بالاستمرار وحظيت بالبقاء، في حين أن هناك نصوص أخرى انتهت وزالت رغم أنها حظيت بالجوائز. الحيرة الثالثة هي أين هذه النصوص في جامعاتنا؟ وأين هذه النصوص في مدارسنا؟ أنا أدرس الرواية وأدرس المسرح في الجامعة الجزائرية، ولاحظت بأن طلبتي لا علاقة لهم بالمسرح، ولا علاقة لهم بقراءة المسرح، وأحاول أن ألملم نماذج من النصوص المسرحية من المشرق والمغرب يعني في كل الوطن العربي، وأحاول أن أقدمها للطلبة أو للطلبة لا يقرأوا المسرح ولا يحسنوا قراءة المسرح بل ولا يحبون قراءة المسرح تماما، في الوقت الذي كما أشار بعض الإخوة في حين راحت الرواية وقراءة الرواية راحت تزحف على المشهد النقدي والمشهد المعرفي والمشهد الإبداعي، بمعنى أن هناك تدحيرات أرجو من الإخوة أن يثيروها أيضا وأن يستفيدوا إلى مثل هذه القضايا. السلام عليكم. شكرا لك أستاذ. معلش أستاذ أوفاء أن نعطيها المايك لأنه يعني الوحيدة اللي طالبة من بين الذكور يعني. لا لا أستاذ أوفاء تشرف بسماع صوتك وأضع عكسه وأقول له يا عينما ولا في أي حاجة أنا علشان واحدة ست تمام. صباح خير عليكم وصباح المسرح دايما يجمعنا على خير يا رب ومحبة وعلم. بصراحة أنا مندهشة الندوة تحت عنوان جوائز المسرح بين النمطية والتحديد، ما يدور هو رفض الجوائز أساسا، رغم إن أنا كنت نازلة وعاملة حسابي إن أنا أقول إن إحنا إزاي نجدد من الجوائز. يعني في ورقة وفي مداخلات كانت تأييد أيضاً هذه الجوائز في البداية. إنما المنحة دلوقتي يا إما إحنا مع الجوائز والأغلب العام من العوالم الموجودين يعني السادة الكرام إن هم مش مع الجوائز. أنا بس هطرح تجربتي بعد إذنك. أولاً إن إحنا نفكر إن إحنا نشيل الجوائز من المهرجانات لعدم تقبل العقل العربي لفكرة التسابق وفكرة التسويق. أنا شخصياً بفضل لأن إحنا دلوقتي العلم بيؤكد أن من يكون جيداً وحسب المعايير العلمية الفنية على خشبة المسرح هو من يستحق، وبكده بتبقى قطعة جاهزة قبل كل خطيب. لو كان هناك عرض جيد على المسرح إذا يستحق التكريم، يستحق الجائزة، يستحق التقدير، يستحق المال، يستحق أي ما يستحق على حسب المهرجانات مقدمة إيه أو المهرجان بيقول إيه، هل هو درع، هل هو فلوس، هل إنما لازم إن إحنا يبقى عندنا الأول والثاني والثالث. ده طبعاً من وجهة نظر، وخاصة وأنا هنا هقول الجملة اللي هقولها ومع تحفظي برضه،
ان مثلا ليا تجربه في اكبر جائزه اللي هي جائزه الشارقه للابداع لسلطان القصر. دي موجوده كانت في مصر لمده 3 سنين وانا كنت عضو لجنه تحكيم فيها لمده 3 سنين. الثلاث سنين دول هي بعد كده بقت حافز لوزير الشباب والرياضه اخذها وبقت خلاص هي ممنوحه من مصر. لكن انا لا اتصور الجائزه دي عملت ايه في الجامعات المصريه. يعني انا سبت الجائزه السنه اللي فاتت او سبت اللجنه السنه اللي فاتت علشان التجديد. كنا بادئين ب 25 جامعه مصريه بتدخل في التنافس. السنه دي 59 جامعه ومعهد مصري داخلين في التنافس. هل من اجل العرض فقط؟ لا، من اجل الجائزه وقيمه الجائزه. الجائزه كبيره وهي اكبر جائزه على مستوى الشرق الاوسط. فاذا الجائزه حافز. بقول ده وبين قوسين حافز للشباب. هل معنى كده ان احنا انا شخصيا مع تصنيف المسرح مسرح شبابي ومسرح غير شبابي؟ بامانه شديده بقول لا، انا مش مع تصنيف المسرح انا مسرح مسرح. ولكن لما بيكون هناك نوعيه ومسرح يضم نوعية معينة وهي مسرح الشباب أو حاجات خاصة بالجامعة، أنا بقول إن الجائزة مهمة جدا. فكرة بقى إن إحنا كمحترفين نفكر إزاي إن إحنا ما يبقاش عندنا تساقط، أنا مستغرباها. وده اللي أنا بقولها، إن لا، يجب إن إحنا نعضد في النفس ونعضد في الفنان العربي فكرة إن هو يتقبل نتيجة الآخر. طيب إزاي يتقبلها وإحنا أساسا بنشكك في اللجنة؟ إذا لازم يكون حقيقي الاختيار العلمي للمجال، يعني لازم يبقى واضح جدا، والسي في أو السيرة الذاتية بتاعت كل عضو لجنة لازم تكون واضحة جدا. أنا رضيت كمتسابق إن أنا أدخل مع هذه المجموعة السي في، إذا أنا أقبل بالنتيجة أيما كان. ده دي الحاجة الثانية. إشكالية عدم المعايير اللي يتم على أساسها التحكيم. أكيد أكيد لازم يكون هناك جلسة جماعية ما بين المحكمين يعلنوا المعايير اللي هيتم على أساسها التحكيم. إذا هنا أنا عارف إن أنا داخل هاخد جايزة ولا مش هاخد جايزة، لأن المعايير واضحة. المعايير أنا اتفقت أنا وخالد وعم إن إحنا طبعاً مع حفظ الألقاب طبعاً إن إحنا هنختار على حسب الممثل ماذا أجاب؟ وصل لأنهي منطقة في الشخصية؟ طب إيه علاقته؟ وهكذا. أعتقد إن لو ده اتعلم قبل دخول الشباب أو قبل دخول المتسابقين الكبار أو صغار أو محترفين أو هو، الحكاية هتبقى مريحة شوية. دخول المنصة بقى فإننا سوف يعني بيودينا لمنطقة أنا شايفة إنها منطقة مش عظيمة قوي. مسألة إن إحنا نقول هناك تصنيف بين المسرح العربي والمسرح الغربي، أن النفس الفنان أو ذات الفنان الغربي تقبل التسابق ونفس وذات الفنان العربي لا تقبل التسابق. حقيقة نحن في سوق. حقيقة المسرح خاصة المتذكرة هو داخل في سوق، داخل في ماركت، داخل حقيقي في إني أنا بجيب جمهور ولا ببجيبش. بجيب جمهور على أساس إن تقييم الآخرين ليا ومنهم الجمهور بيقول إن أنا فنانة كويسة أو فنانة مش كويسة، مرتبطة بالوطن، بقدم له مشكلات وما بقدمهوش. الحاجات دي مش هتتم إلا فعلاً بإننا بنقدم معايير وبنقدم تصفية، وإلا الكل يتساوى. أنا شايفة إن الحكاية ما تبقاش مظبوطة. حقيقي المجتمعات كلها داخلة في منطقة الترقي عن طريق التسويق، وانا يعني ارجوكم انا محترمه كلمه التسويق او كده على اساس انها برضو تسويق فني مش تجاري. بشكر. شكرا لكم استاذ وفاء. ان شاء الله استاذ انور، يعني منذ البدايه حقيقه حتى لا يزعل علينا. معلش يا استاذ انور، لكنك عزيز علينا. معلش انا اعرف فأخوك وابنك الصغير يعني. الله يحفظك ويسلمك. أنور محمد ناقد مسرحي من سوريا. أنا سأتحدث عن تجربتي الشخصية كعضو لجان التحكيم نصوص وعروض مسرحية عربية.
لا معلش السرعة معلش معلش موضوع زمن سأختصر. في إحدى لجان التحكيم بنصوص مسرحية عربية مشاركة عربية وكان معي الدكتور عبد الرحمن بن زيدان عضو في لجنة التحكيم وكان عدد المتقدمين في المسابقة بحدود 66 متسابقا سوريا وعربيا. أحد النصوص أنا لم أجزها طبعا مع اختصار بعض تقرير المبدي فيها أعطيتها نسبة 40% وهي يعني لا تمد إلى المسرح بصلة لأنها حوارية تمثيلية وليس حوارية مسرحية أو مسرحية. أتفاجأ وفي إحدى أكبر المؤسسات الأدبية في سوريا حيث وزعت الجائزة بأن الفائز الثاني والذي أعطيته 40% يقول بعد إعلان أسماء لجان التحكيم يقول هل من المعقول نفسه أمام الجمهور الحفل أن أنا أحصل على جائزة ثانية وفيها عضو لجنة التحكيم أنور محمد؟ كأنه يستنكر يعني هو يتفاجئ. ففعلا أجبته أنه أنا يعني أنا أعطيتك 40% بس ما معنى ذلك؟ يعني ذلك بأن الجوائز التي تمنح تذهب إلى غير مستحقيها على الغالب تماما. وهذا يعني يدفعني فعلا لأن تشارك في الرأي مع الأستاذ يوسف ومع الأستاذ أمين بأن الناقد المسرحي بشكل عام لا سلطة له لا على العروض كمحكم ولا أيضا على النصوص. وهذا يذكرني بطرفة أنه عندما اكتشف في ثغورث نظريته ذبح عجلا أو ثورا. ومن يومها تقول الطرفة كلما حصل اكتشاف أو أجيز والاكتشاف هو إجازة طرح جائزة تتلمس العجول رقبتها. فمن هنا أن أتساءل لماذا لا نعتبر الجوائز هذه تشكل مرضا يعني بالعكس تحفز الكاتب على أن يخلص بمشروعه إذا سمينا مشروع الفكر ككاتب مسرحي. لماذا لا نعتبر أنه يصاب بلوثة عقلية أو لوثة نفسية؟ شكرا لك أستاذ عمر. و يعني والجزائر قلبها كريمة وصدرها خلونا بين الدول علشان فقط إلى من الهيئات او الجوائز او المهرجانات اللي احنا نجم نقيم مصداقيتها او عندنا القدره شويه واللي تكون عندها نسبه ارفع من الباقيين يعني. فبليز ما عادش تلومونا الله يخليكم نظموا اموركم انتوما شوفوا اي لانه في كثير حاجات انتوما واعيين بها فما وعي بانه في حاجات مختله بعدين نلوم على الاعلام. شكرا. صباح الخير سعيد عبد الناصر مصطفى العمان. انا حسيت ان التحيه بالمنصه فقط اشير انه
اللجنة الفكرية لهذا المنتخب كانت ذكية. لماذا؟ لأنها قدمت اليوم من الصباح وجوه بريئة وأصوات بريئة، ولم تأتي بأعضاء لجان تحكيم سواء في التحكيم التأليف المسرحي أو في جوائز المهرجانات. أجل الجلد. براءة تسمح لي أتحدث بشكل بريء، ولكن أنا دائما لدي صوت عادل في المهرجانات، أقدم نفسي كناقد مسرحي وأقدم نفسي كمدرب لفنون قتالية بسبب. يعني أحاول أنقل ما قاله أسامي جمعان أن عقلية المسرحي لا تتقبل الفوز والخسارة، يعني تحولت إلى عقلية الكراود، عقلية الحشود وعقلية مجتمع القطيع. وبالتالي أنا مع الخليفة الهاجري عندما يقول أن هناك حماية قانونية، وهذه الحماية القانونية لتأتي بعد المهرجان، لأن هناك عملية قذف حقيقي مست الكثير من الأسماء، ولا يكون إلا عن طريق إقرار يمضيه كل المشاركين في المسابقة. أتحدث عن أنا السبت يوسف البحري تحدثش عن سبب الإنذار مهرجان قرطاج، والسيرات تحدثش إنذار زواج مهرجان عمان لعدد هذه السنة. من نيت يعني لو قدمت شيء في هذا الموضوع لأنه مهمة جدا. أتحدث عن التفعيل أو تحديث الجوائز المسرح العربي. مثلا بالنسبة للعروض المسرحية، العرض المسرحي الفائز سواء هنا في الشارقة والعرض الفائز في دول عربية، المفروض بعد فوزه بالجائزة يتم برمجة كما قال عبد الحق المفرادي، برمجة توزيعه على الأقاليم والولايات. بالنسبة للجوائز الفائزة في التأليف المسرحي، أنه هناك الكثير من الأسماء فازت بتأليف مسرحي، ولكن ظلت حبيسة المؤسسات. هناك من طبع يعني طبعت هذه الأعمال، ولكن المفروض هذه الأعمال أعمال المفروض تقدم للجمهور. وأقترح مثلا جائزة الشارقة تأليف مسرحي، أنه خلال كل عرض كل دورة تأخذ جائزة، ويقوم المخرجين الإماراتيين بتقديمها على الخشبة. بالنسبة للتقرير لجان التحكيم، هناك مشكلة يعني داخل لجان التحكيم أحياناً الغضب والتفاعل يؤدي إلى كلام غير مسؤول. وبالتالي ما لاحظته أنه في الشارقة المستدعي فتح صبري يشتغل كمقرر. إذن المفروض كل المهرجانات العربية تختار مقرر، هذا المقرر يهذب هذا التقرير ويوزع. شكرا أستاذ، وبإذن الله ختام مسك أستاذ. هو طبعا أخي واحد بيتكلم بالأساليب بس عندما تقيل وممل. أنا عايز أتكلم في موضوع معين طول الوقت في حاجة، أنا بما إني بشتغل في حاجة جهة مصر قطر إدارية بتنتج مثلا في الشرائح الإنتاجية كبيرة 109 ألف جنيه، في الشرائح النوادي مثلا 200، فإحنا بنشتغل على سكيل واسع ومساحة واسعة. فإحنا طول الوقت عندنا موضوع الجوائز والتحكيم مشروع أساسي بنشتغل فيه طول الوقت، طول الوقت في محاولات في التحكيم وفي اجتماعات بما إن خالد الزميل في الإدارة، فإحنا طول الوقت في حالة اجتماعات يومية وأحيانا أسبوعية بنناقش. أنا عندي اعتقاد إن في ثلاث أنواع من المعايير أو ثلاث سلال تشتغل كل الوقت. أول سلة بسميها سلة الخاصة بالجهة المنح، لا توجد ملائكة تمنح جوائز. الجهة اللي أنا شغال فيها غير الجامعة، الجامعة بتشتغل على نشر الممارسة بين الطلبة وتوسيع الثقافة المسرحية بين الطلبة، وفي نفس الوقت عندها التوجه. أنا في الثقافة الجماهيرية أنا بوسع الممارسة، لكن أنا عندي مشروع تنموي في الأقاليم، أنا عايز أنشر ثقافة الاختلاف، ثقافة الديمقراطية، ثقافة عندي أهداف سياسية وأهداف اجتماعية وثقافية عايز أقوم بيها. عقل اللجنة اللي بيشتغل معايا لازم طول الوقت ببقى بنبه عليه إن أنا
دي الاهداف بتاعتي. انا مش بختار العرض الافضل، انا بختار العرض الاكثر مؤامره. يمكن ان يكون هناك عروض عظيمه لكنها غير متماشيه مع اهدافي. يعني ممكن عرض مثلا غايه في الروعه، عرض تونسي مثلا هايل جدا وجماليا ومصريا رائع، ويجي التجديد ياخد الجائزه الاولى. لكن لو جاب في مسابقه خاصه عندي بتاعت الشرائح والاقاليم ما ياخدش جائزه. ليه؟ مش لانه عرض سيء، لانه عرض غير متماشي مع توجهاتي، مع اهدافي، مع الاستراتيجيه العامه اللي احنا بنلاقيها. فدي اول سله معايير، ودي ممكن تكون حكايه المحكم بيخضع، والمحكم لازم يخضع للمعايير الجهه، وده مش عيب. بالعكس هو لازم، لو هو معترض على الجهه دي او على افكارها او على توجهاتها مش هيشترك معاك. في النهايه السله الثانيه، عشان بس ابقى سريع معاك، بسميها السله التقنيه. السله التقنيه تمام، هو المسرح الجهوي، يعني هو الثقافه الجماليه قريبه من المسرح الجهوي، يعني نفس الفرق موجوده في الاقل. السله الثانيه بسميها السله التقنيه، دي سله صعبه جدا انها صعب فصلها عن السله الثالثه اللي هي السله بتاعت الايديولوجيات الخاصه او التوجهات الشخصيه للمحكمين، لكن هحاول، لكنها موجوده طول الوقت ومعاييرها ثابته واحيانا بتبقى فاصله. احنا عندنا جماليات موجوده من ارسطو لحد النهارده، قواعد ثابته. طبعا الفنان طول الوقت بيخترقها، لكنها طول الوقت في مرجعيات يمكن القياس بها، سواء داخل المؤسسه المنتجه مثلا. لو احنا بنتكلم على الثقافه الجماليه عندنا تاريخ انتاجي، فاحنا بنقيس على التواريخ دي وعلى التاريخ التقني تطورها التقني. واضح يا استاذ الفكره. فقط احنا علشان الوقت، لانه بالفعل اصبح معلش علشان نعطي الوقت، لانه ما في وقت معنا والله. خلاص شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لكل المتداخلين والاساتذه في هذه المره، ونعطي ربما نختصر قدر الامكان، واتمنى من الاوراق البحث الاختصار يكون اشد. رساله تغريد ابدا بحين سؤال الدكتور عبد الله عامر، هل هناك من يتبنى في الكويت؟ يعني يؤسفني ان اقول لا بصراحه، ان كان هناك تبني فهو للامانه هذا حق يجب ان يقال، وانا ادين بالفضل من ذلك للشائقه، لان حتى في كثير من الملتقيات او في كثير من المهرجانات والفعاليات يتم دعوتي، يتم الحرص على وجودي، وتم الكتاب في كثير، حتى في متابعتي في امور النشر وامور الكتاب. Gracias.
هناك يعني مو عارضين وهناك متفقين في نتائج المباريات هناك من يعترف في جوائز الأوسكار هناك من يعترف حتى في أعلى سلطة قضائية لما القاضي يحكم في حكم معين يطلع لك المتهم يقول لك أنا بريء خلاص فأنا أعتقد أن من وجهة نظري ينبغي أن تسمح لردود الأفعال في انتقاد أداء اللجنة ولكن أن ما يصل إلى حد الإساءة الشخصية أو القتل كلهم حقا طبعا يوجد شبه إجماع حولها فيما يتعلق بشفافية المداولات إما التقرير النهائي أو المداولات اليومية ولكن في اعتقادي أن ما ينشر ليست المداولات بمعنى النقاش على الإدارة بين الأعضاء إنما عمل المقرر الذي يسجل يوميا في الجلسات النقدية لجنة التحكيم محضر جلسة هذه المحاضر هي في الحقيقة هي أولا ملك الجهة المنظمة والجهة المنظمة مخولة لنشرها للعموم إضافة إلى التقرير النهائي. ثانيا مسألة الاعتراض هي مسألة قانونية مثل ما قال الصديق دكتور خليفة الهاجري يعني أن الاعتراض يتم وفق إجراءات متفق عليها وبالمقارنة هي من روح التصرف القانوني يعني أن الاعتراض لا موجب له إذا كان ونحن في التحكيم نستلهم قيم القضاء خاصة قيم القضاء التحكيم الدولي في تسوية النزاعات يعني آخر الأمر لا حق لك في الاعتراض بمعنى الغضب العاطفي والتشويش حينما يكون الحكم بات خاصة أن درجة التحكيم حكمها من درجة واحدة لا توجد درجات مختلفة وبالتالي هي تصرفات المعذرة بالكلمة صبيانية حينما نحتاج على نتائج على نتائج المسابقات بتلك الطرق. النقطة الثالثة والمعذرة طلب فيما يتعلق بإلغاء جوائز مهرجان قطر مثل ما طلب صديق الأخ الكريم سعة النصر من البداية نقول لن أذكر أي مثال من الجوائز المسرح العربي لصعوبة تقنية قلت هذه الصعوبة سيحلها لنا قريبا الدكتور سيد علي يعني لما يكتب لنا تاريخ الجوائز العربية وبالتالي يسير لدينا رصيد من المادة يسمح لنا بالتفكير فيها. محمد إدريس أنا واحد من جلاليه يعني أعرف بالضبط ما الذي كان يقصد يعني تعلمت الدراماتورجيا عن محمد إدريس وسمعت منه مباشرة التبرير وهو أن مفهوم المسابقة بالطبع هو لا يكونك أشياء لا يكونها قال الله يعني الخوف من التدخلات، الخوف من التدخل في عمل اللجان إلى غير ذلك، وهذا لا أعرف ولم يقل. ثانياً هو يفسر أن لقاء المسرحيين في مكان واحد في زمان واحد هي فرصة أولاً للتعارف الشخصي بينهم، ثانياً للتعرف على أعمال بعضهم وخلفياتها وأفكارها من خلال النقاش المباشر بين المسرحيين ثالثا للاعتراف باختلافاتهم في منتوجهم الفني في اخر
نعم شكرا. الاختصار شديد، اغلب التعليقات والمداخلات كانت حول التقييم، تقييم لجان التحكيم للمنتج المسرحي سواء على مستوى العام او على مستوى النص المسرحي. لم اشارك في لجنه التحكيم في حياتي على مستوى الشخصي، لكن انا افترض كمشتغل بالمسرح ان التحكيم بعيدا عن المرجعيات، بعيدا عن مرجعيه المؤسسه القائمه على المهرجان دكتور خليفه، نبهه بالعرض المسرحي المسرحي بالبدايه الرؤيه الابداعيه ومن ثم او الرؤيه الاخراجيه ومن ثم الخطه الاخراجيه، ماذا اريد ان اقول وكيف اريد وكيف اقول هذا الذي اريد، هذا هو المسرح بالنهايه. انا اقيم بهذا الاتجاه ماذا اريد ان اقول وكيف اقول. تحية مجددة باختصار شديد، لن نجيب على الملغاضة والقعر ومن يعتلمون يعني نأخذ عنا إجابة عنهم، فقط بالنسبة للأستاذة التي طرحت مسألة أنني قلت أنا الجوائز، بالعكس أنا طرحت السؤال هل نحن ما زلنا في حاجة للجوائز من أجل التفاعل. أما رأيي شخصي أنا معها بطبيعة الحال ولكن بطريقة حديثة مطورة ومجددة. أنا أتفق جملة وتفصيلا مع الأستاذ وفاء وأيضا الأستاذ فاضل من الجزائر. أنا بالنسبة لي الجائزة الأساسية هو أن يسوق العقد، هو أن نرى مثلا النصوص في مناهجنا. وهنا تكلمت على دور الحكومات في يعني في تطوير الجوائز مهرجاناتنا وأيضا تطوير مهرجاناتنا، أن تتبنى يعني المتوجين والمنتوج المتوج من أجل أن يهوج على أكبر مبرع وأن يأخذ مكانته الحقيقية داخل الساحة الفنية وداخل اليومي للمواطن العربي. وشكرا. شكرا لجميع الاساتذه في هذه الندوه، الاستاذ تغريد داوود، الاستاذ خليل من النصيرات، الاستاذ منصور امين، والاستاذ يوسف البحري. وحقيقه شكرا لكل المتداخلين الذين كانوا ايضا هم كاوراق قدمت في هذه الندوه. وحقيقه الامر هناك بعض المقترحات ايضا التي ربما سمعناها لاول مره والتي ممكن ان تفيدنا جدا في وضع توصيات في هذه الندوه، تكون ربما تعقيب لعملية لجان التحكيم والجوائز العربية أيضا فيما تقدم. شكرا لكم جميعا واعذرونا على الإطالة. شكرا للجنة المنظمة لهذه. شكرا لك دكتور. والآن مع الفقرة التكريمية الخاصة بهذه الجوائز نرحب بسعادة الأستاذ أحمد برهيم مدير المهرجان. تفضل مشكورا. وندعو الأستاذة تغريدة داوود لتسلم شهادتها التقديرية وشهادة المشاركة. تفضل الأستاذة تغريدة. تفضل قدام أستاذين. آمين. شكرا جزيلا للاستاذه تغريده داوود المتوجه بجائزه الشارقه للتاليف المسرحي. الان ندعو الاستاذ يوسف البحري وله نصيب وافر من الجوائز وشهادته كانت جميله في هذا اليوم. نجدد الشكر للاستاذ يوسف البحري. والآن الأستاذ أمين ناسور من المملكة المغربية المخرج والدراماتور بشكل مميز. ندعو أيضا الأستاذ خليل سيرات من المملكة الأردنية المخرج والطبيب. أستاذ خليل سيرات نشكره على المداخلة. دكتور عماد الشنفري الحائز على العديد من الجوائز. الآن هنأخذ صورة جماعية مع
مدير المهرجان استاذ امين والاستاذ سامي الفطر استاذ تغريد شكرا لكم معايا يا جماعه اضحكوا عشان الصوره تطلع جميله